متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج أكثر من قناة ليبيا روحها الوطن. نخصص حلقتنا لمجريات الأوضاع في مدينة غريان بعد دخول الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق إلى المدينة والسيطرة عليها، وما نجم عن كل ذلك من تبعات عسكرية وميدانية وتصريحات لم تهدأ منذ ليلة البارحة. قبل أن نخوض في نقاش هذا الموضوع بالتفصيل، أدعوكم لمتابعة هذا التقرير لمحمد أنور. مع تواصل عمليات الجيش في أطراف العاصمة طرابلس في عين زارة وطريق المطار وغيرها من المواقع، وتعامله من خلال الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة التابعة للرئاسي، خرجت خلايا وصفها الجيش بالنائمة في مدينة غريان وتسببت في زعزعة الأمن. ومع أن الجيش نقل غرفة عملياته من غريان إلى ترهونة، إلا أن الأوضاع كما تقول القوات المسلحة تحت السيطرة، فالجيش ما يزال يتمركز بقواته على أطراف غريان ويستعد لإعادة المدينة كما كانت عليه. الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري قال إن تحرك الخلايا النائمة تزامن مع تقدم مجموعات إرهابية إلى منطقة القواسم، وأن التعامل مع تلك المجموعات ما يزال قائما. Now we will look at the map. الآن لا زالت القتال في أغلب محاور اليوم، ولعل أبرز الملاحم كانت في منطقة مطار طرابلس الدولي. الأيام الماضية تقريبا تم نقل أغلب الأخبار، اليوم هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان. هذه المعركة التي بدأت على الفيسبوك قبل أن تبدأ على أرض الواقع وفي قطاع العمليات، كذلك أدى تحرك بعض الخلايا النائمة في مدينة غريان وفي مدينة منطقة القواسم من تأمين تقدم بعض الجماعات الإرهابية إلى أطراف مدينة القواسم. والمعركة لحتى هذه الساعة والاشتباكات لم تنتهي بعد، بإذن الله لما تحصل على نتائج هذه المعركة سنقدمها لوسائل الإعلام بشكل مباشر. بل إن معاون آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أعلن أن غريان منطقة عمليات اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. الغزوي أشار إلى أن قوات الجيش اختارت تغيير موقع غرفة العمليات والمغادرة تنفيذا للتعليمات، في وقت كان بإمكانها قصف منطقة القواسم بالمدفعية الثقيلة، وأن ما منعهم هو أن الجيش لا يمتهن سياسة العقاب الجماعي كما قال، واصفا تلك الخلايا التي تحركت داخل مدينة غريان قبل أن يأتيها دعم من خارج المدينة أن غالبيتهم من ميليشيات فجر ليبيا يقودهم حاليا أسامة جويلي. ومنذ حدوث هذه المستجدات في غريان باشر سلاح الجو في تنفيذ ضربات مباشرة على المواقع التي تمركزت فيها الميليشيات في غريان. وعلى صعيد باقي المحاور، فقوات الجيش في مواقعها القريبة من العاصمة بل وأحبطت محاولات عديدة للتشكيلات المسلحة التابعة للرئاسي التقدم في تلك المحاور، وأشهرها ما بات يعرف بهجمات المطار التي تجاوزت 30 دون أن تحقق أهدافها. حول هذا الموضوع متابعة حقيقة الأوضاع في مدينة غريان معنا مجموعة من الضيوف. نبدأ في هذا الجزء من البرنامج بعضو مجلس النواب عن ترهونة محمد العباني والمحلل السياسي كامل المرعاش، أهلا بكما. أبدأ معك سيادة النائب محمد العباني، أولا كيف تتابع ما جرى ويجري في مدينة غريان وما حولها لغاية الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على إتاحة هذه الفرصة للتحدث في هذا الموضوع الهام في هذه الساعات الحرجة من تاريخ شعبنا وتاريخ بلادنا. وأنتهز الفرصة في البداية لأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة أينما كانوا وتعينوا، وفي البداية أحيي هؤلاء الأسود الذين يعملون على الثغور، ثغور طرابلس، وكذلك يعملون على ثغور غريان، والذين يصنعون
بأرواحهم وبدمائهم وبأجسادهم انتصارات الشعب الليبي ويصدرون تاريخه دحرا للإرهاب وقهرا للمجرمين في كل مكان. وأحيي من خلالهم أهلي أينما كانوا وخاصة في ترهونة، وأقول لهم الصبر الصبر، فإن الفرج آتي والنصر قريب. وما تقوم به ميليشيات طرابلس من حرمان أهالي ترهونة وأهالي غريان من ماء وأكل ووقود وسيولة، إنه جريمة من جرائم الحرب. أنصحهم بأن يعاملوا هذه المناطق كبقية مناطق ليبيا، فالسكان لا شأن لهم بما يجري من أحداث سياسية، إن كانوا هؤلاء يدعوا السياسة ويدعوا أخلاق الحرب. نعم نعم. كنت أسألك عن أوضاع غريان ما بين ليلة البارحة واليوم سيد محمد العباني، هل لديك ما تريد أن تقوله بشأن دخول الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وسيطرتها على المدينة؟ غريان الحبيبة التي أعطت الأمن لجيشها الوطني ودخل لها سلما وعاهد أهلهم بأن من يدخل بيته فهو آمن، وفعلا لم يطرق بابا ولم يدخل بيتا لمتابعة هؤلاء المجرمين وهؤلاء الخونة وهؤلاء الميليشيات. ولكن المجرم لا عهد ولا إيمان له، فانتهزوا الفرصة وتحينوا الوقت المناسب وظهروا كالكلاب ينهشون بأجساد قواتهم المسلحة. ولكن القوات المسلحة أكبر من ذلك. القوات المسلحة هي جيش وطني تدرب في الكليات العسكرية ومراكز التدريب، وهو لا يسعى للانتقام، وإنه يسعى إلى حزم الأمر وتثبيت الشرعية الوطنية في كل نواحي ليبيا. وكما حرر بنغازي ودرنا والهلال النفطي والجنوب الليبي، فإنه قادر على تحرير كل المدن الليبية، وأهل غريان سيمهلون كم ساعة ليخرجوا ولا يكونوا حاضنة لهؤلاء الإرهابيين. أنصح أهلي في غريان ألا يكونوا حاضنة وألا يكونوا سندا للإرهاب، فالإرهاب مدحور لا محال. سيد العباني، برأيك ما فرص استعادة غريان من قبل القوات المسلحة بالنظر إلى واقع المعطيات الحاصلة الآن على الأرض والتي في أغلبها تصب في صالح القوات والميليشيات التابعة للرئاسة؟ فرص إعادة غريان هي ربما نزهة عسكرية لا تتعدى سويعات قليلة، ولكن كما تعلمون بأن الجيش الوطني قد أعد خطة عمله العسكرية، ولا يؤثر عليه ولا يستدرجه أو تستدرجه الميليشيات لعمل عسكري ما. فالجيش هو الذي يحدد الوقت ويحدد الزمن وأيضا يحدد ميدان النيران، وللجيش خطط بديلة كما نقل في سرعة البرق غرفة عملياته من غريان إلى ترهونة، فهو قادر على القيام بعملياته وهو قادر على الكر والفر، وانسحاباته مدروسة وعودته مدروسة وعملياته كلها تحت السيطرة، والجيش أقوى بكثير من هؤلاء الحشائش الضارة التي نبتت بالمدن الليبية وسيقتلعها وسيجتتها اجتتاتا من حيث ما نبتت. نعم. يعني دكتور العباني، نفهم من كلامك بأن ثقتكم في الجيش ما تزال ثابتة مثل ما كانت رغم ما حصل في مدينة غريان، هل هذا ما تريد أن تقوله؟
ثقتنا تزداد في جيشنا مع كل ساعة تمضي ومع كل دقيقة وثانية تمضي، فهو جيش كما وصف، فهو الجيش التاسع على مستوى أفريقيا، وهو جيش مدرب وجيش مجهز وجيش له خطة عمليات ويحسن كيفية استخدام هذه الخطة، وهو الذي يحدد الزمن والمكان المناسب لضرب واجتتاد هذه القوى الإرهابية الضالة. سيد كامل المرعاش، أهلا بك، ماذا عنك؟ كيف تتابع وكيف يعني تقرأ الأحداث الجارية والمتلاحقة في مدينة غريان، وأي تبعات وتداعيات يمكن أن ترمي بها على المناطق المجاورة في المنطقة الغربية؟ نعم، السؤال مهم وربما مهم جدا لمعرفة ماذا جرى في غريان. الواقع لابد أن نقول أن ما حصل في غريان أثار دهشة كبيرة جدا، وأيضا أثار كثير من الأسئلة والاستفسارات، كيف حدث الأمر وكيف يحدث بهذه السرعة. وأعتقد أن هناك خلل ما في أوضاع التخطيط، وربما يعني حماية هذه المدينة المهمة التي توجد بها غرفة العمليات الرئيسية للجيش، فكيف يمكن لمجموعة بسيطة من الميليشيات وهي معروفة على كل حال أن تسيطر على مدينة خلال 4 أو 5 ساعات؟ هذا يعني أن هناك خلل، ولا بد أن نعترف بهذا الخلل وأن نصلحه بسرعة وبسرعة كبيرة جدا، لأن هذه المدينة مهمة جدا ودخلها الجيش بدون أن يقاتل، ولكن بعد ذلك لم تكن الأجهزة الأخرى المختصة سواء في متابعة الخلايا النائمة أو في المجموعات المسلحة التي احتفظت بسلاحها لديها، ولم يقم في الواقع الجيش بتنظيف هذه المناطق التي عرف أن هناك سلاح بها، وهذا السلاح كان متوقعا أن يستخدم ضد الجيش في لحظة ما. وبالتالي أنا أدعو إلى التحقيق في هذه المسألة المهمة، وبالرغم من أنه يمكن أن نسترد المدينة ويجب أن يسترد الجيش المدينة بأسرع وقت ممكن، لأن القوى المهاجمة، وأنا كنت متابع وأنا ابن هذه المدينة، كانت مجموعة صغيرة ولم تكن حقيقة ذات تجهيزات عالية، وكل ما نسمعه عن هذه النشوة بهذا الانتصار ليس في محله. هناك تقصير ما من جهة ما، ويجب أن نعرف هذا التقصير. خسارة مدينة بحجم غريان ليست بسيطة، وأن تقع هذه المدينة وأن يقع أهلها مرة أخرى تحت سيطرة هذه الميليشيات التي فرت من أمام الجيش عند قدومه، والتي لم تستطع المواجهة لأنها كانت تعرف أن المواجهة ليست في صالحها، والكل يعرف أين تمركزات هذه القوة، أين ذهبت هذه القوة، ويعرف أيضا أنها تحاول مرارا وتكرارا الرجوع إلى المدينة. لم تكن هناك تحصينات ضد هذه العودة. ما رأيناه هو عبث أمني لحماية المدينة، وهو ما مكن في الواقع هذه المجموعة البسيطة من العودة والسيطرة على المدينة خلال ساعات. خلال ساعات. هذه القوة من هي؟ ما مسمها العسكري التي دخلت غريان البارحة سيد كامل؟ يا سيدي، هذه بعض الميليشيات التي كانت أصلاً موجودة في المدينة، وأغلبها ميليشيات ترجع إلى زعماء بعض الميليشيات، منهم ميليشيات الشطيبة وميليشيات الدايخ، كلها بأسماء شخصيات، وكانت تعبث بأمن غريان
مثل ما تعقد ميليشيات أخرى بمدن أخرى على مستوى ليبيا في طرابلس، مثل ميليشيات البقرة أو ميليشيات غنوة على هذه الشكل. هناك بعض المجموعات المسلحة التي اختارت أن تنضم للجيش، وهو ما رجح كفة الجيش في الدخول بشكل سلمي إلى المدينة، وهناك من فضلت الهروب وتحاشي المواجهة إما مع المجموعات التي كانت والتي انضمت إلى الجيش أو لمواجهة الجيش، وهو ما جنب المدينة القتال ودخلها الجيش بشكل آمن. لكن بعد هذا الدخول وبعد أكثر من 3 أشهر ماذا كان ينتظر الجيش؟ كنا نعرف أن هناك بعض العناصر التي كانت تخفي أسلحة في البيوت، وهذا السلاح ليس سلاح بسيط، هناك سلاح من الار بي جي وهناك أسلحة أوتوماتيكية كانت مخفية في هذه البيوت. كان يجب على الأجهزة الأمنية أن تتابع هذه العناصر وأن تفك هذا السلاح، أو على الأقل تحيد هذا السلاح من أي معركة أو أن يستخدم ضد الجيش، خصوصا أنه خلال الفترة الأخيرة حصلت بعض الهجمات على أركان الجيش من بعض هذه العناصر، ولم تتحرك هذه الأجهزة لضمان الحماية في المدينة. الأمر الثاني، ما السبب برأيك سيد كامل؟ ما السبب إن كانت هذه المجموعات المسلحة بأسلحتها بقادتها المعروفة موجودة وظلت كذلك حتى بعد دخول القوات المسلحة ووحدات القوات المسلحة إلى مدينة غريان طوال الفترة الماضية، برأيك ما سبب ترك القوات المسلحة لهذه الميليشيات وقادتها حرة طليقة بهذا الشكل الذي تقدمه حتى وقع ما وقع البارحة؟ هل يمكن تفسير هذا التصرف إزاء هذه الميليشيات؟ وهل يمكن ربط هذه المعاملة وهذا التسامح من قبل وحدات الجيش لهذه المجموعات المسلحة في غريان بما سمي ميثاق الثقة والشرف الذي جرى بين القوات المسلحة وبين أهالي وأعيان المدينة؟ لا عفوا، يعني هذه اعطاء صوره مغلوطه بانه هناك نطاق شرف. المساله يا سيدي ليسوا هؤلاء الذين ظهروا ليسوا زعماء ميليشيات معروفه. في الواقع كما قلت لك الميليشيات المعروفه وقادتها هربوا، فروا من غريان، نزلوا الى منطقه ابو شيبه وانضموا الى اسامه الجويلي في ذلك الوقت، لم يبقوا وأنزلوا معهم سلاحهم، ولكن بقيت بعض العناصر ربما تسامح معها الجيش، ربما غفل عنها الجيش، وبقيت تخزن أو تخفي بعض الأسلحة. وهذا ربما ليس هو دور الجيش، هو دور الأجهزة الأمنية الأخرى كان يمكن البحث عليهم، لأنهم هؤلاء كانوا مختفيين ولم يكن هناك ميثاق شرف مع أحد في غريان. الناس استبشرت بدخول الجيش، بل ارتاحت لوجود هذا الجيش لأنه أنهى كثير من مظاهر سيطرة هذه الميليشيات وتقاتلها في كثير من الأحيان فيما بينها ووقوع العديد من الضحايا وفرض قانونها على كل مناطق غريان. ولكن الذي حصل هو أنه الميليشيات جاءت من خارج غريان، دخلت من خارج غريان، وكان هناك تنسيق مسبق مع هذه العناصر التي تحركت في نفس الوقت وأصبحت تهاجم قوات الجيش الوطني الليبي. السؤال هو كيف دخلت هذه، يعني كيف استطاعت هذه السيارات المسلحة أن تقطع الجبل وأن تصعد إلى الجبل من مناطق لم تكن فيها حماية كافية لصدها وردعها؟ والسؤال الآخر، كيف يمكن للغرفة المركزية لقيادة العمليات ألا تكون لها قوة مجهزة لمثل هذه الحالات الطارئة؟ كان يجب أن يكون هناك قوة تكون على استعداد 24 ساعة على 24 ساعة لمواجهة مثل هذه العمليات، وأن تكون قوة كبيرة حتى تستطيع أن تردع مثل هذه المحاولات، وأيضا أن تردع إذا كان هناك خلايا نائمة واجهت الجيش أو تعرضت للجيش. هذا لم يحصل، وهذا هو السبب الذي نبحث عن إجابة عنه. لماذا؟ لأنه في الواقع كثير من الضحايا وقعوا
من جراء ذلك تفضل هؤلاء المجرمون الإرهابيون قتلوا في المستشفى جرحى. نعم. جرحى في المستشفى قتلوهم بدم بارد. إذا نحن نتكلم عن مجرمين، عن مجرمي حرب، لا نتكلم عن نعم. عن ميليشيات عادية أو نتكلم عن خلايا نائمة. هؤلاء هدفهم الانتقام والانتقام الأعمى، والآن هم يسيطرون على مدينة خريات. وهذا طيب. يعني أن الانتقام الأعمى وأن المجرمين، هؤلاء المجرمين هم من يسيطر على هذه المدينة. كان يجب أيضا، وهذا ثالثا، أن يتم إرجاع هذه المدينة. وأنا أتمنى أن ترجع سيطرة الجيش الوطني على هذه المدينة خلال 48 ساعة القادمة، لأن القوة التي تتمركز فيها ليست ذات شأن كبير. نعم. خصوصا أن هناك قوة أخرى في منطقة الأصابعة ومنطقة العربان، وكل هذه المناطق فيها مناطق مساندة وفيها قوات للجيش. كان يجب أن تنظم الصفوف وأن يبدأ الهجوم مباشرة. نعم. بمعنى آخر، كان يمكن صد هذا الهجوم بكل سهولة من خلال ما تقدمه لنا من معطيات. دعني أشرك معكما لو سمحتما سيد كامل المرعاش، سوف أعود إليك. سوف أعود إليك لو سمحت سيد كامل المرعاش، وكذا السيد محمد العباني. دعني أشرك معكما السيد البهلول الصيد، وكيل وزارة الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة، عميد بلدية غريان السابق. سيد البهلول الصيد، أهلا بك في برنامج أكثر. قبل أن نأتي على ذكر بعض النقاط التي وردت على لسان السيد كامل المرعاش تحديدا، أولا، هل كان الهجوم على غريان من قبل الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أمرا متوقعا بالنسبة لكم؟ السلام عليكم، ومن تحية ليك وللأخوة المشاهدين. أخي نبيل، أهلا وسهلا. أولا، كامل المرعاش على هذه الأحداث، هذه المجموعات المسلحة هي كانت مسيطرة على مدينة غريان السابق، وهي التي عاتت في الأرض فسادا لمدة 5 سنوات. ثم بدخول الجيش وبالتنسيق مع أهلنا في غريان ومع شباب غريان، خرجت هذه الميليشيات من غريان قبل دخول الجيش لمدينة غريان بساعات، والتحمت أو انتقلت إلى المجرم أسامة جويلي. لما استقرت مع أسامة جويلي وتقاتل الآن مع أسامة جويلي، والبعض قياداتها خرجوا في ديوان وفي مقاطع مدجل من مطار طرابلس، ومن بعض المحاور التي قاتلوا فيها يقاتلون فيها هؤلاء المجرمين. كيف دخلوا غريان؟ دخلوا غريان بأعداد بسيطة، ولكن هم سربوا بعض أفرادهم إلى المدينة في 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 الظلام وفي الليل، ومن طرق واعرة على 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 شخصيات، يعني مجموعات بسيطة دخلوا. وكان تنسيقنا في تقدير هو تنسيق ما يسمى بجيش السراج أو بقوات الوفاق أو ما يسمى بهذه الميليشيات المجرمة. لما دخلوا مدينة الكرات اللي عنده معلومة أن طلعوا من طريق اسمها طريق الحضارة تؤدي إلى مدينة القواسم، وكان ترتيب مع قياداتهم أن في ضربة جوية من طائرة مسيرة وكانت مركز لقوة الدعم المركزي في مدينة القواسم. أول ما بدأت الرماية على مباركة لهذه المجلة للمركز هذا، استشهد أحد أفراد المركزي وجرح 2. في نفس التوقيت تمت الغارة على وفق العمليات أو وحدات وفق العمليات، وضرب أحد الآليات التي كانت تحرس غرفة العمليات. بالإضافة لهذا، كان الترتيب مع بعض من منطقة غريان أبو غيلان إلى نهاية قرى غريان. نعم. عذرا سيد البهلول، فقط أطلب منك. نعم. يعني لو تغير مكانك قليلا على التغطية تكون أوضح
أفضل من الآن، لأن بعض الكلمات لا تكون مفهومة جيدة من حضرتك وأنت تتكلم على ما يبدو عن سياق ميداني أو مجريات وقعت ليلة البارحة وراء بعضها حتى وصلنا إلى النتيجة التي نحن بصددها اليوم. نعم تفضل. نعم. كما تحددت هذه الخلايا تحركت، أيضا تحركت بمخطط من قبل المجرم الأسبوع الماضي، لدينا معلومات، يعني أتتنا هذه المعلومات، كان متكتمين على هذه الأمور، كان سامي جويري في تونس كما تعلمون وضق ببعض القيادات في المجموعة اللي كانت من حضر مؤتمر غيان، مؤتمر الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين، ومحاولة منهم لإسقاط غيان، وهو كما تعلمون جن جنونه لما استلم الجيش ودخل الجيش دون إطلاقة واحدة إلى مدينة غريان. الأمر الثاني الآن اليوم الاختراقات اللي صارت في مدينة غريان، طيلة فترة دخول الجيش إليها استقرت هذه المدينة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وصلت السيولة إلى كل الناس، ووصلت السلع التموينية إلى كل الناس، ووصلت الوقود، ربما هناك نقص بسيط في الوقود ولكن كل الخدمات وفرت لهذه المدينة، وشكل مجلس بلدي، مجلس تسييري لبلدية غريان، ويشتغلوا مجموعة شباب والأمور ماشية يعني تمام التمام. جن جنونهم من استقرت مدينة غريان، وفاة شهر رمضان بالكامل، الناس مرتاحة، محلات ما تشتغل إلى 24 ساعة، المستشفى كان في 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 وضع مزري لما كانت هذه الميليشيات المجرمة مستقرة ومسيطرة على مدينة غريان. الآن المستشفى في وضع ممتاز، العيادة المجمعة تم تجهيزها وكنا بصدد افتتاحها الأسبوع القادم. مديرية الأمن تم يعني إعادة هيكلتها وإعادة تنظيمها، مكاتب مكتب مدافعة المخدرات يشتغل، يعني أنا بنقول يعني الآن ما عاش من درب وشيء، يعني في خلال 6 أو 7 أيام لما بدأ يشتغل هذا المكتب تم ضبط يجي حوالي 6 قضايا مخدرات، فبدأ الناس ارتاحت للوضع الأمني والوضع الاستقرار في المدينة والوضع الاجتماعي في المدينة والوضع الاقتصادي في المدينة. فجن جنون بشاغة وما حوله هؤلاء المجرمين حتى ينخسوا على أهلنا في غريان وعلى استقرار مدينة غريان أمنيين واجتماعيين واقتصاديين. الأمر الثاني وهي دائما الحرب التي حصلت ليلة البارحة واليوم في مدينة غريان. نعم. تم تصفية مجموعة شباب، سواء كان الجرحى اللي في مستشفى غريان، كانوا 2 جرحى من نفس المدينة في الأحداث نقلوا للمستشفى لما صارت العمليات في القواسم، ولما سيطروا طلعوا للمدينة اللي وسط المدينة ذهبوا للمستشفى وصفوا 2 جرحى بالإضافة لـ3 شباب من منطقة أخرى في وسط المدينة. نتحدث هنا عن تصفية مدنيين سيد البهلول في مستشفى غريان أم عن عسكريين مقاتلين تابعين لوحدات الجيش حتى تكون الصورة واضحة؟ مكان والحق أنا نقول لك الحقيقة، والآن يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها. هؤلاء الشباب اللي تم تصفياتهم كانوا معهم في هذه الميليشيات، ولكن نتيجة لضغوط نحن ونتيجة لتوضيح الأمر وما ما يريده الجيش وما يريده الناس في القيادة العامة ومع الجيش لتفعيل الجهات الأمنية وليس دولة القانون، اقتنعوا وانحازوا للوطن وانضموا وساعدوا الجيش وبقوا كقوة مساعدة ومساندة مع الجيش. نعم. واتهموهم بخيانتهم وخيانة مشروعهم وتم تصفيتهم. الأمر الثاني أنهم عاتوا في الأرض فسادا، يعني ما تصور، لا خلوا لا أخضر ولا يابس، دخلوا لمديرية الأمن، يعني لا خلوا مكات، لا خلوا جهاز كمبيوتر، ولا ما تركوا شيء إلا لو شروا هذا اليوم. نعم. أيضا إلى ورشة الشرطة، وهي ورشة مركزية كانت مركز صيانة دي بمناطق الجبل الغربي، مديريات الجبل الغربي سابقا والآن لمديرية من غريان، يعني سرقوها وعاتوا فيها فسادا. الآن غريان رجعت إلى ما قبل دخول الجيش، ولكن أنا أحب أن أطمن أهل في غريان الأمور، أنا يعني أطمنها من الأمور تمام الأمور، يعني قاب قوسين أن ترجع قواتنا المسلحة إعادة ترتيب بعض الأمور وسترجع إلى مدينة غريان، وترجع مدينة خريان كما سبق من قبل أمس، يعني بإذن الله تعالى. سيد بهلول، أنت ذكرت بأن الجيش قد دخل لمدينة غريان من دون إطلاقة رصاص واحدة أو من دون إطلاق رصاصة واحدة، لكن هناك يعني من يقول بأن هذا الأمر حصل بهذا الشكل في مدينة غريان من قبل أهالي المدينة لا حبا ولا دعما في الجيش، وإنما فعلوا هكذا
من أجل تجنيب المدينة أي سيناريوهات مواجهات واشتباكات في الشوارع وبين المنازل، وقد يعني ينجم عن ذلك خسائر مادية وبشرية كثيرة مثل ما حصل في مواقع وأماكن أخرى. كيف تعلق على هذه المسألة أو على هذا القول الذي يردد من قبل البعض؟ أستاذ نبيل، أنا سأصدقكم القول وأتحدث بكل شفافية وبكل صراحة. نعم. مدينة غريان أولا سيطرت هذه الميليشيات لمدة أكثر من 5 سنوات، يعني شو بنقول لك، خلينا نتكلم بالواضح وبالليبي. أيوة. إن يعني الناس من صلاة المغرب ما عادش تطلع برا من بيوتها. هذا في زمن حكم الميليشيات تقصد؟ نعم 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 نعم. كانوا مراعبين الناس، يعني شخصيات كانت معروفة. الآن الدكتور كامل يستمع فيه معي مشارك في هذا البرنامج، شخصيات يعني كانت مش معروفة اجتماعيا، قيادات اجتماعية في غريان، حتى العزاء في المقابر يدوبك يمشي يمد ايده يعزي ويروح. الناس كانت مرعوبة، يعني رعب غير عادي، سيطروا على كل شيء في المدينة، على كل شيء، على ضباط الشرطة وعلى الأمن الداخلي وعلى مستشفى غريان، وفتحوا مكتب سموه مكتب معلومات، كل من يتحرك في مدينة غريان، يعني بنقول لك 5 6 شيابين في أو شياب يجتمعوا في مربوعة ليناقشوا ما يحصل في غريان، ثاني يوم يديرون المشاكل ويقضوا عليهم كذا. الأمر هذا أثر في الناس تأثير كبير. كل أنا متأكد وأتحداهم الآن الميليشيات ومن يتبعهم، اتحداهم ان اهل غريان مع الجيش ومع قيام الدوله ومع قيام القانون، وانت تعلمون ان هذه المدينه معروف عليها يسود فيها القانون وناسها تشتغل بالقانون، ومعروفين اهل غريان بالاداره ومعروفين بالتعليم ومعروفين بالثقافه ومعروفين، يعني ناس رغم بساطتهم ورغم هذه المدينه وتضاريسها، ولكن كل ما عندهمش خيار ثاني لا اقتصادي ولا اي موضوع ثاني الا تعليم ابنائهم وانخراطهم في الجامعات و أولادهم متعلمين في أرقى الجامعات سواء كان داخل البلاد أو خارج البلاد. هذا أمر. الأمر الثاني، الدليل على هذا إن كان ترتيب، كان اشتغلنا على هذا، إحنا على هذا الأمر مجموعة شباب اشتغلنا لأكثر من سنة ونص على مدينة غريان حتى نرتقي بهذه المدينة أو نصل صوتها المدينة، رغم أنه كان صوتنا خافت لمدة 5 سنوات، ولكن بدأ يعدو اقتناعا من أهل غريان أن لا يصح للصحيح ولا ضروري من 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 مساعدة دولة القانون ومساعدة دولة الجيش ومساعدة دولة الشرطة، يعني الشرطة والجيش والجهات الأمنية حتى يتسنى للمواطن العيش. نعم. الكريم. هؤلاء الميليشيات الآن عادوا في الأرض فساد، لما داروا شيء في 5 سنوات داروا امبارح واليوم. وآل غريان أنا متأكد الآن والله العظيم، وأنا نحلف بصادق متأكد، يعني شهر 3 شهور نسبة الجريمة صفر. 3 شهور نسبة الجريمة صفر، المخدرات يعني اختفت، ما نقول لكش اختفت بنسبة 100%، ولكن على الأقل 60-70%. نعم. دعمنا مكتب في فترة سيطرة الجيش على غريان. لكن اسمح لي. نعم. سيد البهلول. نعم. يعني ألم تكن هناك أي مؤشرات أو أي إشارات تنذر بوقوع ما وقع بالفعل البارحة في المدينة؟ يعني على الأقل في الفترة القليلة الماضية حصلت بعض الخروقات الأمنية، ألم تكن هذه كافية لاستقراء ما يمكن أن يحصل؟ أنا نعطيك الحقيقة يا أستاذ نبيل، وأنتم متابعين للإعلاميين ومتابعين لهذا، بعد أنكم تتذكر بعد دخول الجيش مباشرة إلى مدينة غريان، أعتقد يوم ثالث يوم دخول الجيش غريان اجتمعنا في غرفة العمليات ودعونا كل المشايخ وكل أعيان وكل المجالس الاجتماعية في الجبل الغربي، واجتمعنا في غريان وتغدينا في غريان وناقشنا هذه الأمور. أنا نزيد على ذلك أكثر من هيك، كانت تعليمات السيد المشير واضحة، وأنا كلمني شخصيا إن شبابكم اللي ما هوش مؤدلج واللي ما عندهش فكر واللي ما عنده واللي مغرر فيه حاولوا تحتوهم، ووجهت أكثر من ندانة عبر قنوات الإعلام وعبر قناة غريان المحلية لشباب غريان اللي مغرر بيهم وتمشوا بعشوائية نتيجة ضغوطات ونتيجة الفلوس ونتيجة للمال الفاسد اللي يستعمل فيه المجرم وسام جويري ومن حوله وبشاغه، وجهنا لهم، وجهنا لأسرهم، وجهنا لعائلاتهم، يا أخواننا جيبوا أولادكم، راهم هذا اللي ما عندهش فكر واللي ما عندهش أي انتماء آخر يتفضل، ومن دخل بيته فهو آمن بالحرف الواحد. وبضغط من مشايخنا وبضغط من مجلسنا الاجتماعي وحتى بعض القبائل الأخرى أو بعض المناطق الأخرى حاولوا يساهموا في هذا الأمر، إن ما نقرب حد وما نضايق حد. والدليل على هذا أن استقرت غريان بعد دخول الجيش
يعني أنا أقول لك الحقيقة، لا أبرر من أحد ولا أدافع عن أحد، يعني حتى غرفة العمليات والجيش غريان مستقرة. يعني أنا في ذلك الوقت أنا 5 سنوات ما دخلتش نتيجة لضغوطات هذه الميليشيات ونتيجة لمتابعتي من هذه الميليشيات، ولكن أتحرك بالساعة 2 في الليل و3 في الليل، نطلع من غرفة العمليات ونطلع من مكتبي ونروح لبيتي اللي هي بعد على غريان حوالي 18 كيلو، الأمور 100% الأمور الأمنية 10 على 10. هذه المؤشرات، ربما للقيادات العسكرية وحسب المعلومات اللي تأتي والتقارير الأمنية اللي تأتي للمدينة كانت الأمور الأمنية ممتازة 100%. أنا لا 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 أطعم بكلام أحد. هناك بعض الخلايا النائمة يتبعون هذه الميليشيات، وهناك شغل أكثر، شغل دولي. إحنا عندنا معلومات وأنا تكلمت فيها عبر القنوات إن مجموعة عبد الرزاق العرادي وجمعة القصة وجمعة جمعة القماطي، هذه المجموعات التي جن جنونهم وبشاغة وما حولهم جن جنونهم بسقوط غريان منهم وانضمامها للجيش وسيطرة الجيش وكانت مدينة العبور إلى طرابلس بإذن الله. هذا الأمر جن جنونهم واشتغلوا على هذه المدينة من بعض على بعض الميليشياويين وبعض الشخصيات الباردة الهزيلة حتى يعكروا صف غريان ويعكروا واضح. اسمح لي أن أشرك معكم سيد بهلول الصيد والسيد كامل المرعاش والسيد محمد العباني، أن أشرك معكم السيد عز الدين عقيل المحلل السياسي متحدثا إلينا عبر سكايب من تونس. سيد عز الدين أهلا بك في برنامج أكثر، الحديث عن متابعة حقيقة الأوضاع في مدينة غريان، الأوضاع والمجريات المتسارعة في الحقيقة على ما يبدو، وأيضا متسارعة من ناحية التصريحات التي يطلقها السياسيين والمسؤولين والحزبيين في ليبيا في الداخل وفي الخارج في الحقيقة. أهلا بك سيد عز الدين. الصوت لا يصلني على الأقل هنا في الاستوديو. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت إلينا، أما الصورة فهي واضحة تماما سيد عز الدين عقيل. دعنا يعني أترك المجال قليلا من الوقت للزملاء حتى يعالجوا هذه المسألة ونعود إليك مرة أخرى. أعود للسيد محمد العباني عضو مجلس النواب عنتر هنا. سيد العباني، خلال هذه الأحداث التي تجري في مدينة غريان أصبح هناك حديث سياسي، حديث أمني، حديث عسكري، أو دعني أقول حديث اجتماعي على مستويات مختلفة يوجه إلى مناطق ومدن أخرى قريبة من غريان أو في المنطقة الغربية، ودعمت وأيدت عمليات القوات المسلحة في المنطقة الغربية. يعني اليوم كيف أنتم تستقبلون هذه الرسائل الموجهة تحديدا لمدينة ترهونة ومطالبتها بالانشقاق عن مواقفها الداعمة للقوات المسلحة وللمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة؟ في البداية أنتهز الفرصة لأحيي هذه ترهونة فرجا فرجا، وخاصة اللواء التاسع الذي يعمل جاهدا على دحر الإرهاب في وادي الربيع، وإن زار في عملياته التابعة للجيش الليبي والتي يعمل تحت إمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. ربما الوضع في ترهونة يختلف كثيرا عن الوضع في المناطق الأخرى. ترهونة عاهدت القوات المسلحة ليست في الأيام الأخيرة أو في اقتراب الجيش الليبي من تخوم وتغور طرابلس، ولكن ترهونة مع الجيش، وترهونة منذ سنوات ليست بالقريبة تعمل وتنسق مع الجيش الليبي. ولعل تأسيس اللواء 22 داخل ترهونة التابعة للقوات المسلحة لدليل على أن ترهونة منطقة جغرافية مهمة جدا تؤيد
العمل الوطني وتؤيد الجيش الوطني وتعمل على دحر الإرهاب. وقد خاضت ترهونة تجربتها بنفسها عندما حاولت مقارعة هؤلاء الإرهابيين الدواعش في طرابلس عبر ما يعرف باللواء السابق. وترهونة الآن شيبا وشبابا مع ترهونة سواء كان مدنيها أو عسكريها هم وقودا ودعما لعمليات الجيش الليبي. وترهونة لن تتراجع في تحالفها وفي تقديم إمكانيات. بالتالي سيد محمد العباني، ما ردكم اليوم على الخطاب الذي يعني يبدو يحمل نوعا من التهديد والوعيد لترهونة وأهل ترهونة بأن عليهم أن يتراجعوا عن تأييدهم للقوات المسلحة وإلا سوف يلقوا نفس مصير غريان؟ ما ردكم على هذا النوع من الخطاب المسموع من قبل بعض الشخصيات السياسية البارزة في المنطقة الغربية؟ تعودنا في ترهونة على سماع مثل هذه الترهات ومثل هذه الأكاذيب ومثل هذه التضليلات. ترهونة لا تخشى في الحق إلا الله. ترهونة مع الجيش، ترهونة مع الوطن، ترهونة تعمل وفقا لضميرها. وترهونة ليست الآن، ترهونة عرفت بمواقفها منذ وقت الأتراك ومنذ الاحتلال الإيطالي. ترهونة دائما مع الوطن ونصرة الوطنيين. وترهونة لن تتراجع ولن تتقهقر ولا تخاف ولا تحسب حسابات لهؤلاء التفة. نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد محمد العباني وكذا سيد البهلول الصيد. وهنا أشكر جزيلا السيد كامل المرعاش على مشاركته معنا في الجزء الأول من النقاش. أرحب مرة أخرى بالمحلل السياسي عز الدين عقيل من مكتبنا في تونس. سيد عز الدين، هناك حكمة تقول ما أخذ بسهولة قد يعني يسترجع بسهولة أو يسترد بسهولة منك، هل لهذا أي علاقة بالفعل فيما وقع في مدينة غريان؟ بداية دعني أحييك أخي نبيل والسادة ضيوف الكرام وكذلك كل السادة المشاهدين. هل تسمعني جيدا؟ نعم نبيل؟ نعم أسمعك بوضوح. الحقيقة في ظني أن ما يقوم به جيش في مراميه الاستراتيجية يتجاوز بمراحل كثيرة مسألة الحفاظ على شبر هنا أو شبرين هناك أو مدينة في ذلك القطاع من الوطن أو مدينة في القطاع المقابل له. في ظني أن الجيش أسس بهذه العمليات لواحد من أعظم ما يمكن أن يتطلع إليه الليبيون، وهو ما يشكل جوهر الحل في ليبيا. وهذا ليس كلام من عندي، ولكن في ظني أن هذا ما مرت به أكثر من 60 دولة مرت بنزاعات مسلحة وحروب أهلية عرفها العالم، وهو موضوع أو تحدي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات. في ظني أننا لا نسعى في هذه الحرب، على الأقل من وجهة نظري إذا كان يصح لي أن أتحدث بلسان الجيش باعتباره جيشي، ليس البحث من طرف الجيش عن قتل الليبيين أو عن تقويض البنيات العامة والخاصة. البحث هو كما قلت عن المسألة الجوهرية وهي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات. وفي ظني أن الجيش بدأ بهذه المسألة من بنغازي، ثم انتقل إلى الموانئ النفطية، ثم انتقل إلى درنة، ثم إلى الجنوب، وها هو يأتي إلى طرابلس. ولكن لأسباب تتعلق بالحصار الجائر الذي يعانيه الجيش فيما يتعلق بإمدادات السلاح ومساواته من طرف أطراف دولية بالميليشيات، ربما هذا جعل الجيش يمضي في عملية النزع بمراحل. بدأ بداية بما يسمى النزع الجغرافي، يعني السلاح الآن منزوع من بنغازي، منزوع من درنة،
منزوع من الجنوب، منزوع من أغلب المدن التي يمكن أن تكون تابعة للجيش في أماكن مختلفة، ولكن نزع السلاح نفسه وتفكيك الميليشيات نفسه. ربما هذا يحتاج إلى مرحلة أخرى، لأن معظم الميليشيات التي كانت في بني غازي والتي كانت في درنة والتي كانت في الجنوب والتي كانت في عدد من المدن الأخرى قد هاجرت إلى طرابلس. يعني الجيش استطاع أن ينزع سلاح سرايا توار بنغازي ومجاهدي درنة في أماكنهم، ولكنه لم يقضي على هذه الميليشيات بشكل كامل. القضاء هو القادم الآن في طرابلس. وبالتالي في إطار البحث عن هذا الهدف الاستراتيجي الكبير، لا أعتقد أن الجيش يمكن فعلا، أو نحن الذين نعتبر بأن هذا الجيش جيشنا ونقف معه بكل قوة، لا نعتقد أننا لدينا أو نحن في حاجة لأن ندرف الدمع أو نزعل على هذا الشبر أو ذاك الشبر. نحن بالتأكيد نتمنى أن يحافظ الجيش على كل شبر حرره في الوطن، ولكننا في نفس الوقت نقدر أن هذه المعركة ليست سهلة، أن ظروف المعركة ليست سهلة، نقدر أيضا حجم الأثمان الغالية التي يمكن أن يدفعها أولئك الذين وقفوا إلى جانب الجيش في المدن التي يمكن أن ينسحب منها لسبب من الأسباب. وبالتالي فإن الحفاظ على ما يمكن أن يحرره الجيش هو ربما يكون بالنسبة لأولئك الذين يدعمونه مسألة حياة أو موت. ولكن كما قلت، المعركة ظروفها أيضا لبالغ الأسف لا زال العالم يمارس هذا الحصار الجائر على الجيش فيما يتعلق بإمدادات السلاح، لا زال يساويه بالميليشيات، ومع ذلك الجيش يحاول أن يقوم بكل ما استطاع من أجل تحقيق الهدف السامي والأكبر، وهو نزع السلاح وتفكيك الميليشيات. لعل أخي نبيل أن أعظم ما استطاع الجيش أن يؤسس له على الأقل بحرب طرابلس، أن أعظم ما استطاع أن يؤسس له بحرب طرابلس أنه لأول مرة يجر الصراع إلى حقيقته، وهو أنه إشكال عنفي أمني وليس إشكال عنفي سياسي على الإطلاق، لأنه لا توجد أي قضية سياسية بين الأطراف المتصارعة. المسألة برمتها هي عبارة عن ميليشيات شارك المجتمع الدولي بشكل كبير في نشوئها وارتقائها وتمددها، بعد أن أسقط الدولة سقوطا حرا عنيفا اعتذر عنه باراك أوباما وأندرسون راسموسن وكثيرين، اعتبروا أن ذلك كان خطأ جسيما للأمم المتحدة. وهذه الجماعات التي استفردت بكل شيء ونشرت الطغيان في كل مكان هي التي تشكل جوهر المشكلة الليبي الآن. يعني إذا أنت سيد عز الدين عقيل مع من يقول بأن الأزمة في ليبيا ليست أزمة سياسية وإنما أزمة أمنية، وأنه لا جدوى من طرح أي مبادرات أو حلول سياسية ما لم يكن في البداية هناك حل أمني متعلق بالميليشيات تحديدا التي يتم قتلتها اليوم؟ في ظني أنت أيضا نبيل وكل الليبيين يجب أن يقولوا هذا، لأن يمكن لأي شخص تعانده في هذه المسألة أن يتحداك ويقول لك ما هي القضية السياسية التي يتقاتل عليها هؤلاء، وصدقني أن أحدا لن يجيب. هل هناك طائفة أو إثنية مثلا مغبونة كما هو في لبنان أو في البلقان هي تحمل السلاح الآن في وجه الدولة من أجل فرض مساواتها في حقوق المواطنة؟ هل هناك مثلا حركة كحركة فارك أو حركة ديلاماو في بوليفيا أو غيرها تريد أن تفرض على الدولة نظاما يساريا أو نظاما يمينيا أو غيره بقوة سلاح؟ لا يوجد. الكل أو على الأقل ما يعلن عنه الليبيون الآن، الكل يقولون بأنهم مع الديمقراطية، الكل يقولون أنهم مع التداول السلمي على السلطة، ليس هناك من يعادي الأحزاب، ليس هناك من يعادي فكرة حزبية معينة، ليس هناك من يملك تصورا لكي يفرضه على الليبيين لشكل دولة، طبعا باستثناء الجماعات الإرهابية. تستطيع أن تقول بأن داعش وأن أنصار الشريعة والقاعدة هذه جماعات سياسية يملكون تصورات لشكل الدولة التي يريدون، ولكن في ظني أن هذه جماعات ممنوعة من المجتمع الدولي ولا يعتبرها لا شريكا محليا ولا شريكا دوليا في أي عمليات انتقال سياسي. ولكن دعني أعود إلى النقطة الجوهرية نبيل، وهي أن أهم وأعظم ما حققه الجيش في هذه المعركة هو أنه سحب أمراء الحرب من أنوفهم ورغم عنهم لكي يكونوا طرفا مباشرا ورئيسيا في أي اتفاق سيتم الوصول إليه لاحقا. يعني قصة سياسي الصدفة، عقيلة صالح، خالد المشري، بعيتيق، أبصر منه، أعتقد أن هؤلاء انتهوا إلى الأبد. يعني الآن هذه المعركة أسست إلى أنه قد جاء الوقت لكي يسدل الستار على كل أشكال السلاح المارق الفارد
وعلى كل الجماعات الميليشياوية التي تعاني الآن الأمرين في مواجهة الجيش. سواء انتهى الأمر سلميا وجلست هذه الميليشيات حول مائدة للتفاوض وأوجدت طريقا سلميا لكي تفكك سلاحها، لتفكك ميليشياتها وتنزع سلاحها، أو سواء تم معاملتها بنفس الطريقة التي عمل بها جانبا كبيرا من ميليشيات بنغازي وميليشيات درنة وميليشيات الموالي النفطية وميليشيات الجنوب، فإنه في الأمرين قد أسس الجيش إلى حل حقيقي وفاعل لن ينتهي إلا بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات. خسرنا بنغازي، ربحنا الخمس، خسرنا صبراتة، كانت معنا بنغازي، راحت هذه راحت تلك. فإن الهدف الاستراتيجي للجيش هو واحد، والهدف الاستراتيجي للجيش هو ماض، والجيش الاستراتيجي للجيش لابد أن يتحقق. عملية التكتيكات أن ينسحب من هنا أو يذهب هناك أو يوسع بعض المناطق أو يتراجع نتيجة ظروف ميدانية، القادة العسكريين والقيادة العامة هي أفضل من يقدرها، فأعتقد أن هذه ليست بشيء كثير. الجيش لا زال يسيطر على جانب كبير من أرض المعركة، الجيش في طرابلس الآن عمليا، ربما يوجد طرف يقاوم باستخدام السلاح، إنما عمليا جيوسياسيا يعتبر الجيش الآن موجود في طرابلس، يعني ربما وجوده في بعض النقاط لا يزيد على بضعة كيلومترات عن بيوت أمراء الحرب وعن بيوت أعضاء المجلس الرئاسي. وبالتالي أعتقد أن الجوهر الاستراتيجي للمعركة هو أكبر من مجرد الاحتفاظ بمدينة أو خسارة أخرى. كل مدينة خسرت ستعود، وكل مدينة تم كسبها أو تحريرها سوف تتسع وتصبح مدن أكبر. وأعتقد أن الهدف الاستراتيجي هو ماض في تحقيقه، وسيكون في القريب العاجل إن شاء الله بلوغ حل لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات إما سلما وإما حربا. كيف ترى سيد عز الدين التعاطي مع أحداث غريان من قبل المسؤولين والمحللين والسياسيين والحزبيين والمنصات الإعلامية والاجتماعية منذ ليلة البارحة واليوم، خصوصا وأن كل هؤلاء كانوا يستميتون طوال الأسابيع والأشهر الماضية لتحقيق أي انتصار على الأرض، والدليل هو كثرة هجماتهم الفاشلة لاستعادة مطار طرابلس العالمي. واليوم بعد أحداث غريان أصبح هناك من بات يقول وبكل ثقة بأن المعركة في المنطقة الغربية حسمت لصالحهم ولن يتوقفوا إلا في بنغازي. هو على أي حال في, في, في ظني أن المعارك والحروب في النهاية يحقق النصر ويحقق الخسارة فيها عوامل عدة، وفي ظني أن الجيش لا يتفوق على هذه الميليشيات إلا في مشروعيته وإلا في انضباطياته وإلا في الخبرات المحترفة التي يتمتع بها أفراده وإلا في ما يمكن أن نسميه بالقاعدة الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها. بينما هذه الميليشيات سواء انتصرت على الجيش في طرابلس، وصلت الرجمة، احتلت ليبيا كلها، أعتقد أنها ستظل مكروهة وستظل مرفوضة وستظل تؤسس لدولة تقوم على الطغيان وعلى الفساد الرجيم وعلى العار، وسيظل في نظر الشعب الليبي جماعات أو قطعان من الشرادم الذين سيسعى بكل ما أوتي من قوة للخلاص منهم. ولقد قالها عمر المختار بأنكم صحيح أنكم شنقتموني اليوم، وصحيح أنكم ربما قتلتم بعض المجاهدين أو عدد منهم، ولكن ستأتي أجيال وراء أجيال لكي تقتلكم. هذه الميليشيات هي أبشع أنواع الاحتلال. طبعا أنا ربما بلغت قليلا عندما قلت بأن هذه الميليشيات يمكنها أن تنتصر، ولكن في النهاية حتى لو انتصرت فإنها ستظل ذلك الشيء الكريه المرفوض، وأعتقد أنها غير قادرة حتى على حماية طرابلس. والمقدمات التي عشناها تدل على أن هذه الميليشيات ربما لا تملك حتى القدرة العادية أو القدرات التمهيدية للجهات المسلحة على الاستطلاع. رأينا كيف أن الجيش دخل غريان ونزل للهيرة ووصل إلى قصر بن غشير وهم نائمون، ولم يستفيقوا من سباتهم ذاك إلا خلال ساعات، ولولا أن الجيش وضع شرطا أساسيا أمامه وهو أن هؤلاء اللي في طرابلس هو إنما جاء لتحريرهم وليس لقتلهم، وبالتالي هو تجنب الدخول بطريقة الصدمة
التي يمكنها أن تؤسس لضحايا بأعداد كبيرة ولتدمير بنيات عامة وخاصة كبيرة لكانت انتهت العملية خلال ساعات. مسألة انتصارهم أو مسألة اعتبارهم لغريان التي لا زالت لغز الحقيقة، من الممكن أن يكون الجيش قد انسحب منها ربما إعدادا لخطة أكبر أو إعدادا لحركة ستكون ذات مكاسب أكبر من غريان، لا أحد يعرف. الانسحاب تم بسهولة ويسر. نعم، هناك من قال سيد عز الدين عقيل، وهي نقطة أنت أشرت إليها عند المقارنة بين المؤسسة العسكرية الجيش والميليشيات، هناك من قال بأن انسحاب وحدات الجيش وغرفة عمليات الكرامة المتمركزة داخل غريان بهذا الشكل من المدينة البارحة هو من باب المسؤولية، كان بإمكان هذه الوحدات أن ترد بشكل أكبر مما ردت عليه في الواقع، ولكنها وضعت في حسبانها أي أضرار أو خسائر يمكن أن تلحق بالمدنيين وبالممتلكات العامة والخاصة التي وضعتها في اعتبارها عندما دخلت أول مرة قبل أشهر. نعم، هو كما قلت هذا صحيح، عملية الانسحاب لازالت غامضة، ربما لازالت تشكل سرا عسكريا، ولكن لا أعتقد أنها يمكن أن يبنى عليها في مسألة الانفتاح على كل هذا الحلم. نعم. الميليشيوي بأن يصلوا فعلا إلى مناطق وإلى مساحات أخرى، ولكن على أي حال الأيام بيننا. ربما الميليشيات هي أيضا محاصرة بالقدر الذي يحاصر به الجيش فيما يتعلق بوصول السلاح إليه. نعم. الميليشيات تستمد أسلحة من أطراف أجنبية، هي على أي حال في الأعداد وفي امتلاك قدرات الأسلحة وفي توحدهم الآن حول عدو يرون أنه لابد أن يقومون بهزيمته. ربما هذه من العناصر التي تجعل فعلا المعركة ليست سهلة. اسمح لي سيد عز الدين عقيل أن أستوقفك حتى نأخذ فاصل قصير، وهذا أمر يعني يؤخذ في الاعتبار لأن البرنامج يعاد يوم غد وهناك مواعيد إخبارية ومواجز. نأخذ فاصل قصير نكمل مع المحلل السياسي عز الدين عقيل، وكيل وزارة الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة، عميد بلدية غريان السابق البهلول الصيد، وعضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني. ويخبرني الزملاء بأنه الآن انضم إلينا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال عبدالله الميهوب، وسوف يكون الحديث معه بطبيعة الحال حول البيان الذي صدر عنهم بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تقول اللجنة بأنها ارتكبت من قبل الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مدينة غريان بين ليلة أمس واليوم. نكمل مع ضيوفنا حول متابعة حقيقة الأوضاع في غريان، لكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر، الحديث عن حقيقة الأوضاع، ما جرى وما يجري لغاية الآن، ويعني كيف يمكن أن يلقي بظلاله في الفترة القليلة القادمة الأحداث المتعلقة بمدينة غريان عسكريا وأمنيا وكذا سياسيا. أرحب مرة أخرى بعز الدين عقيل المحلل السياسي، والبهلول الصيد وكيل وزارة الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة، عميد بلدية غريان السابق، وينضم إلينا الآن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب. سيد طلال، دعني أبدأ بك في هذا الجزء بحكم أن الزملاء أخبروني بأنك كنت في اجتماع وقد خرجت منه لإجراء هذه المداخلة معنا. هل لهذا الاجتماع علاقة بمجريات الأوضاع في المنطقة الغربية وبالأخص في غريان؟ أولا حييك ونحيي السادة المشاهدين وتعازينا الحارة لأبنائنا الذين سقطوا نتيجة الغدر والخيانة في مدينة غريان. بالفعل الفترة حرجة جدا، وفترة لازم يتطلب الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن كثب. ما حدث اليوم للأسف الشديد حتى في الحروب العالمية الأولى والثانية لم يحدث لتصفية ممنهجة ومتعمدة للجرحى والمرضى في المستشفيات. فهذا الأمر يعني تم استهجانه واستنكاره بشدة من لجنة الدفاع، وطالبنا في البيان بلجنة تقصي حقائق، ونطالب من منبركم هذا المبعوث الدولي الذي التزم الصمت للأسف الشديد حيال هذه المجزرة التي ارتكبت في حق
العزل من جرح القوات المسلحة والأسرى وفق القانون والمعايير التشريعات العالمية في الحروب. ماذا حصل بالضبط سيد طلال حسب متابعتكم؟ ماذا وقع بالضبط؟ ما وقع طبعا القوات المسلحة دخلت غريان باتفاق دخولها سلميا مع أعيان والنسيج الاجتماعي في مدينة غريان لفتح المجال أمام القوات المسلحة وافساح الطريق للذهاب لدحر الإرهاب من العاصمة طرابلس وفلول القاعدة وعصابات المال العام. مكنت القوات المسلحة وأنشأت غرفة عمليات فيها رئيسية. أصبح الجيش يمارس عمله بشكل آمن والمدينة تعمل في أمان وأمن تحت حماية القوات المسلحة. بينما في هذه الأثناء هناك بعض الخلايا النائمة المتواجدة ضعاف النفوس الذي تم شرائهم بالمال من أسامة الجويدي من أجل انتهاز الفرصة للانقضاض على القوات المسلحة، وبالفعل هذا ما حصل. هناك خلايا نائمة بالتعاون مع بعض المندسين المتسللين من الخارج في عربات تحت شعار القوات المسلحة. للأسف الشديد تم الانقضاض وتم التصفية وارتكاب المجازر ونهب ما تم نهبه من المدينة. ولكن نطمئن أهلنا في غريان بأن مسألة وقف سيتم والأمر مسيطر عليه في غريان، سيتم تحريرها والذهاب مباشرة ولن يتم أي التهاون في أي مكان مع سواء خلايا نائمة أو المندسة، وسيكون الضرب بيد من حديد لهذه المجموعات المتطرفة إن شاء الله. أشرت إلى مجموعة من الانتهاكات والاعتداءات أو الأفعال الإجرامية التي وقعت ضد الجنود، وهذا أمر يرد في بيان إدانة واستنكار صادر من لجنتكم، لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. هل أعطيتنا المزيد من التفاصيل لو سمحت بخصوص هذه الجرائم التي تصفونها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ نعم، الجرحى المتواجدين والأسرى التي تم تأثيرهم داخل المستشفى الغريان من جرحى تم التصفية بالضرب في الرأس، وهذا الأمر سيفتح فيه محاضر من وكلاء النيابة المختصين لإثبات هذه الحالة. فهذا يعتبر جريمة حرب لأن هذا إنسان جريح بغض النظر عن أي طرف موجود، وتم تصفيته وقتله. والمجموعة التي هاجمت المعلومات التي لدينا هاجمت المستشفى وصفت جرحى الجيش تابعين لما يعرف بمجلس سرايا بنغازي المصنف إرهابيا من المجتمع الدولي المدعوم من ما يعرف بحكومة التغييرات ورئيس العصابة فايز السراج بجانبه عضو تنظيم القاعدة محمد عماري زعيم. بيان الإدانة والاستنكار لهذه الجرائم توجهونه لمن هذا البيان الذي بين يدي الآن؟ موجه للعصابات التي هاجمت غريان. نعم هذا واضح، لكن والمدعوم من فايز السراج ومحمد عماري هم المسؤولين بالدرجة الأولى عن هذا الهجوم بتمويل هذا الهجوم وهذه المجزرة من مال الليبيين المال العام. لكن عماري عضو المجلس الرئاسي كانت له تصريحات مؤخرا هذا اليوم أو بين ليلة البارحة وهذا اليوم سيد طلال، كان يدعو فيها المقاتلين التابعين للرئاسي خصوصا من عناصر مجالس الشورى شورى بنغازي ودرنا لعدم الانجرار مثل ما قال لأي أعمال انتقامية في مدينة غريان. ما رأيك في هذه الدعوة من شخصية مقربة من هذه المجالس مثل عماري؟ ألا تؤخذ في الاعتبار لصالح عماري؟ هو يعرف جيدا بأنه هو المحرك الرئيسي للتنظيمات المتطرفة والذراع السياسي الإخوان المسلمين لهذه التنظيمات، يعرف أن الاتهام سيطاله آجلا أم عاجلا وستتم ملاحقته، ويريد إصدار تصريحات إعلامية يعني يريد أن يصور نفسه كحمامة سلام. هذا الأمر غير مقبول من شخصية مثبت عليها تورطها في دعم الإرهاب والتطرف في ليبيا. طيب فقط استوقفتني كلمة قلتها في بداية حديثك ومداخلتك معنا، تحدثت عن وقوع غدر وخيانة رغم ذاك الاتفاق
السلمي أو علاقة الثقة التي بنيت بين الجيش وأهالي وأعيان المدينة عند دخول وحدات الجيش وإقامة غرفة عمليات في غريان منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة الغربية؟ ماذا تقصد بالغدر والخيانة؟ من الذي خان؟ يعني هل تتحدث عن الخلايا النائمة، عن تلك المجموعات المسلحة؟ وهل تتوقع منهم أي وفاء بأي عهد كان، أم تتحدث عن شرائح أخرى منتمية للمدينة؟ الغدر والخيانة من الخلايا الموجودة التي أخذت الأمان بإلقاء سلاحها ولن يتم ملاحقتهم. الغدر والخيانة، الخيانة من صفات العصابات الإرهابية التي تعودت على الخيانة ولم تتعود على المواجهة مباشرة. يعني على ما قصدته في المنطقة. نعم، أخيرا، أنتم في نهاية البيان وجهتم مناشدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. حدثنا أكثر عن هذه المناشدة وطبيعتها سيد طلال، وكيف تتوقعون الاستجابة، خصوصا وأن في ليبيا ليست هذه جريمة الحرب الأولى، حصلت جرائم حرب، هل تتوقعون هذه المرة استجابة على عكس ما كان يحصل في السابق؟ هو من المتعارف عليه دوليا أن المبعوث في مثل ما الظروف التي تمر فيها بلادنا، أن المبعوث الدولي أن يعطي ما حصل بالضبط يعني للمنظمة التي أرسلته إلى ليبيا من ارتكاب مجزرة اليوم أو أمس في غريان بتصفية الجرحى وتصفية جسدية. يعني هذه أعمال لم تتصف بها إلا تنظيمات التطرف مثل القاعدة وداعش. يعني المجتمع الدولي يجب أن يقف على هذه المجزرة، ونطالب الغسان سلامة بإصدار بيان واضح وصريح من مباركم هذا حيال ما حصل في مدينة غريان من انتهاكات وترقى إلى درجة جرائم حرب. هل أخيرا سيد طلال، هل من رسائل توجهونها لزملائكم النواب المجتمعين في العاصمة طرابلس في هذه الأوقات؟ لا حول لهم ولا قوة، هذا ما الذي ما أقول. شكرا لك، أكتفي بهذا القدر. طلال الميهوب، عضو أو بالأحرى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أعود مرة أخرى لضيوفي الدائمين في هذا النقاش. مرة أخرى أرحب بالسيد عز الدين عقيل المحلل السياسي، البهلول الصيد وكيل وزارة الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة، وأيضا عضو مجلس النواب عن ترهونة محمد العباني. لعل الدور يأتي الآن للسيد البهلول الصيد. سيد البهلول، يعني هناك من وصف ما حصل ليلة البارحة في مدينة غريان بالخيانة، بمعنى خيانة وحدات القوات المسلحة، خيانة اللواء عبد السلام الحاسي، خيانة الثقة والاتفاق الذي أبرم ولو معنويا أو شفهيا بين الجيش وبين المدينة حتى يستتب فيها الأمن مثل ما حصل، وأخبرتنا وأطلعتنا بذلك سيد البهلول فور دخول الجيش لمدينة غريان. فهل لهذا أي أساس من مما حصل بالفعل؟ نعم، أنا شكرا على هذا السؤال أخي نبيل، ومنوه عليها الأستاذ طلال الميهوب. حقيقة نحن، أنا تحدثت في بداية حديثي أو بداية مداخلتي، تحدثت أن وجهنا نداءات لهؤلاء، وجهنا لهم نداءات وقلنا لهم من دخل بيته فهو آمن. وبضغط من شيوخنا ومن أعياننا سواء كانوا في غريان أو حتى في مناطقنا المجاورة، وأعطيناهم الأمان. حقيقة هم من خان، وهم من غدر، وهم من أفرط هذا العقد. حقيقة هذا لا عندهم لا عهد ولا نطاق ولا إحنا احترام لأهلنا واحترام لاحتواء غريان واحتواء أهل غريان واحتواء شباب غريان. كما تحدثت أنا درت أكثر من مداخلة في هذا الشأن، ولكن طيب من زاوية أخرى، هل لهذه الميليشيات وهل لما وقع البارحة في غريان أي حاضنة من أي شكل كان، حاضنة اجتماعية أقصد هنا داخل المدينة؟ أنا كما تحدثت هناك بعض الشخصيات الذين هم أعضاء في تنظيم الأخوة المسلمين الموجودين في غريان، لا أنكر ذلك، ويعرفون القاسي والداني، وهناك من ينتمي لتيار الصادق الغرياني،
ويعرفهم يعرفوهم أهالي ذريان جملة. لكن بالنسبة للحاضنة الحاضنة الجمعية على مستوى غريان، غريان كما تحدثت أخي نبيل يعني كانت محتاجة لاستقرار، سواء كان على الصعيد الأمني أو الصعيد الاجتماعي أو الصعيد الاقتصادي، وفعلا بدخول الجيش وجدت هذا الاستقرار، استقرت غريان لفترة 3 شهور أو شهرين وبعض الشيء استقرت على جميع الأصعدة. ولكنهم أيضا يريد أن ننوه إلى موضوع آخر، وهو مجموعة التي دخلت غريان، التي دخلت غريان بالإضافة للخنائن النائمة في غريان والتي تم شراؤها بالمال الفاسد من قبل هؤلاء المجرمين، هناك مجموعة من الزاوية الذين ينتمون لما يسمى بميليشيا برجب، شاركوا في هذا الهجوم القادم. أيضا مجموعة من مجموعة سامي جويري دخلوا مع هذه الميليشيات الفاسدة المارقة. فالموضوع يعني ما لا يتعلق بمجموعة اللي كانوا ميليشيات غريان، لا، هم من دخلوا معهم كلهم لموا بعضهم، والذين خرجوا في فيديو مصور امام بوابه المطار تذكرت هذا المقطع. نعم، ما رايك في هذه الخطوه او البيان الذي صدر من مجلس النواب تحديدا من لجنه الدفاع والامن القومي بخصوص ما وقع من جرائم وصفتها اللجنه بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبت في مدينه غريان؟ انا مع هذا، رغم اني انا مقتنع تماما سواء كان على البعثة او على المتحدة الان واقفة ضد الجيش، لو المتحدة والعالم معنا او واقف معنا الافراج او ما نطلب الافراج على تسليح الجيش الليبي، الليبي الان يحارب نيابة عن العالم. كل الميليشيات او الميليشيات المجرمة هذا موجودين فيهم انصار الشريعة وموجودين فيهم داعش وموجودين فيهم القاعدة، موجودين فيهم جميع التيارات الفاسدة المارقة التي دخلت العراق ودخلت الشام ودخلت سوريا ودخلت درنا ودخلت بنغازي، والتي عاتت في الأرض فسادا لأكثر من 5 أو 6 سنوات. الجيش يحارب ويقارع لها ثابت العالم، والعالم غاض الطرف على تسليح الجيش الليبي والإفراج على تسليح القوات المسلحة. هذا الأمر أنا مع إصدار هذه البيانات حتى نوصل للعالم صوتنا، ولكن هيهات انا لا انا انا مش على المستوى الشخصي لا ليس مقتنع انهم يتخذوا فيه بعض الاجراءات او يوجهوا فيه بعض الاجراءات وبعض الاذنات، هذا مأيسين منهم بالنسبه للامنيه او ما من يشتغلوا في بحر هذا الامر، هذه حقيقه، وانا هذا رايي على المستوى الشخصي. نعم، يعني أنت ذكرت سيد بهلول بأنك يعني كنت تتوجه إلى مقر غرفة العمليات في غريان وتذهب إلى بيتك، يعني ولديك أنت هذا النشاط وهذا الاطلاع وهذا الاقتراب من غرفة العمليات العسكرية ومن رئيس الغرفة. الرئيس الغرفة إلى حد هذه اللحظة أمره ما يزال غير معلوم، يعني ليست هناك من أي معلومات حول ماذا حل باللواء عبد السلام الحاسي، بل أن الطرف الآخر أصبح ربما يبث بعض الشائعات وبعض الكلام حول وضع الحاسي، يعني هل لديك أنت بحكم موقعك أي معلومات حول يعني قيادات غرفة العمليات عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التي كانت متمركزة في غريان؟ أنا في الحقيقة كنت أود أن أوجه هذا السؤال وغيرها من الأسئلة العسكرية صرفة للعميد خالد المحجوب، ولكن للأسف الشديد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لغاية هذه اللحظة لم نستطع من إدخاله معنا في النقاش، لهذا يعني لم أود أن تنتهي الفترة المخصصة للبرنامج من دون أن نتحدث عن هذه الجزئية، فأرأيت أنه من الأنسب أن أثيرها معك إن كان لديك أي معلومات يمكن أن تشاركنا بها بالخصوص لو سمحت. لا، أنا ليس لدي معلومات، أقول لك الحقيقة. إحنا الآن نشتغل قوات المسلحة تشتغل بتراتبية معينة، ولديها ناطق رسمي ولديها مركز إعلام معني بهذا الأمر، ولكني أحب أطمن الجميع، هذا جيش أخي نبيل، هذه قوات مسلحة لديها عملياتها ولديها خططها، لا أعتقد بأي حامل الأحوال أنها تدير عمليات من مركز واحد، هناك لها خطط بديله ولها خطط استراتيجيه ولها خطط لاكثر من غرفه. وحب اطمن الجميع ان اللواء عبد السلام الحاسي في وضع ممتاز ويتابع
كل الأمور أنا متأكد بالكلام. يعني أنت تنقل لنا شيء مؤكد على علم به؟ نعم. نقل لك نعم. ولا أمر تتوقعه حتى تكون الصورة نعم. نعم. بينة؟ نعم نعم، وأنا أتحدث أكثر من هيك الآن، السيد المشير يتابع كل الأحداث، وأنا غريان أتحدى هؤلاء الميليشيات وهؤلاء الشلة المارقة انهم يبقوا في غريان الى اكثر من يوم او اثنين ثاني. طيب قبل ان اختم معك وانتقل الى باقي الضيوف، هل من كلمه تريد ان تواجهها لاهالي غريان من هم موجودون الان داخل مدينه غريان وتحت سلطه الميليشيات بين هذين اليومين؟ احب ان اطمن اهل غريان بالكامل ان الامور على احسن نظام، ووجه نداء الى كل شبابنا الذين دعموا الجيش والذين وقفوا مع الجيش أن يؤمنوا أنفسهم من هؤلاء المجرمين الذين ليس لديهم لا أخلاق ولا احترام، إذا كانوا دخلوا المستشفى وصفوا بعض الجرحى ودخلوا وذهبوا لبيوت بعض الشباب الذين دعموا الجيش وكانوا معهم في الميليشيات للأسف الشديد، ولكن دعموا الجيش والحازوا للوطن نتيجة لإقناعنا لهم بأن الدولة تبنى بالجيش وتبنى بالشرطة وتبنى بالمؤسسات الأمنية والشرطية. هؤلاء الشباب الذين أترحم عليهم بهذه المناسبة وأتمنى لجرحانا الشفاء العاجل إن شاء الله، ولكن هو كما تحدثت وجه لذلك لكافة شبابنا الذين دعموا الجيش أن يؤمنوا أنفسهم من هؤلاء المجرمين وأن يأخذوا الحيطة الحذر إلى حين رجوع الجيش، وقواتنا المسلحة سترجع قريبا جدا 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 جدا، هذا متأكد منه. يعني ما يعني لا ليس يعني ليس على هذا الغبار. أشكرك جزيلا. لعلي أتوجه الآن للسيد محمد العباني حتى نختم ونأخذ الوقت الأكبر والمتبقي مع السيد عز الدين عقيل في هذا الجزء من النقاش. سيد محمد العباني، دعني أخذ وجهة نظرك أو موقفك مما يقوم به النواب الموجودون في طرابلس. يعني على سبيل المثال آخر ما صرحوا به عن طريق الناطق باسمهم وهو السيد حمودة سيالة، يعني هم احتجوا ووجهوا رسالة احتجاج رسمية لأنطونيو غوتيريش أمين الأمم المتحدة، معترضين في هذه الرسالة على اجتماع المبعوث الأممي نائب غوتيريش وهو سيد غسان سلامة مع حفتر وعقيلة صالح في شرق البلاد، وحتى أصبحوا يقولون بأن لا صالح ولا حفتر ولا أنتم النواب الموجودين في المنطقة الشرقية ما عدتم تمثلون شرعية البرلمان وأصبحتم مجموعة صغيرة جدا على اعتبار أنهم بلغ عددهم 60 نائب وإن كان يحضر منهم 42، هم من وجهة نظرهم هم الأكثرية وأنتم بدتم مجموعة صغيرة لا تمثلون أي شرعية لمجلس النواب، ولا يحق لسلامة أن يلتقي بكم أو بالمستشار عقيلة صالح ولا حتى بقائد الجيش المشير خليفة حفتر. أحترم شخصيا هؤلاء النواب لأنهم نواب عن الشعب، تم اختيارهم بطريقة ديمقراطية حرة من خلال دوائرهم الانتخابية، ولكنني ألوم في نفس الوقت هذه الدوائر الانتخابية التي سكتت وتسكت عما يقوم به هؤلاء من اغتصاب لإرادتهم وعدم التعبير عن توجهاتهم في الحرية وفي الشرعية. مجلس النواب حقيقة ينظمه الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية، وهذا المجلس قد تم تحديد مقره الرئيسي في مدينة بنغازي، ولظروف أمنية انعقد في مدينة طبرق وما زال ينعقد في مدينة طبرق. وأقول في هذا الصدد أن مجموعة من النواب مهما كان عددهم من حقهم أن يلتقوا في أي مكان ويتشاورون، ولكن ليس من حقهم أن يعقدوا جلسة لمجلس النواب إلا وفقا لنظامه الداخلي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وأن هؤلاء الزملاء قد اخترقوا هذه اللائحة، وبالتالي ما قاموا به
وما يقومون به هو اختراق للقانون رقم 4 لسنة 2014، وما يقومون به لا يعتبر أكثر من أنه حرث في البحر. تقول سيد العباني بأنك رغم كل ذلك تحترمهم، لكن هم منهم، لكن منهم من هؤلاء النواب سيد العباني، من هؤلاء النواب من يسميكم اليوم نواب حفتر، وبأنكم فقدتم زخم الحضور يعني، ولا تهمونهم، لا أنتم ولا عقيلة صالح. نحن نملك الشرعية بموجب الإعلان الدستوري، ولن يستطيعوا أن يسحبوا الشرعية لهؤلاء ولا غيرهم. نعم. كما قلت، هم يبنون في أحلام وأوهام فوق كتبان من الرمال، وستنهار في أول ريح عاتية تهب. نعم. عليهم. شكرا جزيلا محمد العباني. نعم تفضل أكمل. وها هي الرياح تهب من الشرق باتجاه الغرب، وأياما قليلة وسيعرف كل منقلب أين انقلب، وسيرتد على عاقبيه خاسرا. شكرا جزيلا محمد العباني عضو مجلس النواب عن ترهونة. استسمح عذرا للسيد عز الدين عقيل المحلل السياسي، لأن الآن تمكنا من التواصل مع العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وأيضا عنده وقت محدود بحكم أنه كان في اجتماع وخرج إلينا بخصوص المداخلة، فلذا عذرا سيد عز الدين ابقى معنا لو سمحت قليلا. أرحب بالعميد خالد المحجوب في برنامج أكثر. عميد خالد، لو كان في بالإمكان أن تطلعنا حول هذا الاجتماع الذي كنت مشاركا فيه، وبشكل عام تضعنا في صورة متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لأوضاع المنطقة الغربية وبالأخص ما يجري في غريان. أولا أحيي من شيك السيادة النائب محمد العباني، وأحيي أيضا الأستاذ عز الدين عقيل، وأحيي كل من يتابعك على الهواء مباشرة، وأحييك شخصيا. طبعا نحن في حالة اجتماعات دائمة، يعني في اجتماع اليومي، هذا الاجتماعات اليومية لا ليس شرطا أن تتعلق بالعمليات العسكرية، هذا رقم واحد. لأن يعني نحن نسير في إدارة على مستوى ليبيا تقريبا، لدينا فروع ولدينا أعمال كثيرة ولدينا شغل كبير. ما يخص طبعا العمليات، لابد أن يدرك الجميع في البداية إن نحن لما دخلنا هذه المعركة أو اتجهنا إلى طرابلس، القيادة وغرفة العمليات وضعت كل الاحتمالات أمامها، يعني لم تدخل هكذا جزافا ولمجرد دخول ولا مغامرة فقط. هي مسألة وطنية مهمة وجسيمة ولا بد من تحقيقها، وهي تحقيق سيادة الوطن عبر المؤسسة العسكرية لتقيم دولة المؤسسات. تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي استولى على السلطة في ليبيا، وحتى اليوم طبعا لا زال يمارس وجوده في السلطة بانقلاب طبعا فجر ليبيا الذي تم، وتعرفون قصته، هؤلاء الذين يدعون ضرورة الانتخابات والدولة الديمقراطية مغتصبين للسلطة لا زالوا موجودين فيها غصبا عن الليبيين منذ أول انطلاقة وصولهم أو منذ وصولهم للسلطة، وحتى اليوم لم نرى منهم سوى الذي يعرفه الجميع، وهو نهب ثروات الليبيين. لم يعملوا على تشكيل جيش، بل فرقوا الجيش وفتتوه وجعلوه في مجموعة كانتونات يجمع الضباط لوحدهم وضباط صف الجنود لوحدهم، ولم يشكلوا كتائب ولا وحدات، وليس هناك أي دور لأي قوات مسلحة في المنطقة. نعم. ما عدا المنطقة الشرقية باعتبارها تشكلت بعيدا عنهم وغصبا عنهم، وبدون يعني رغم أنهم عملوا على اغتيال الضباط وضباط صف الجنود في هذه المنطقة، ولكن إرادة الجماهير، إرادة الشعب، وإرادة الناس القضاء على الإرهاب تحركت الحمد لله،
وكانت في الموعد وتعرفون طبعا الباقي ما حصل. الذي يجب ان اؤكد عليه ان تنظيم الاخوان الحقيقه اغتصب السلطه واستمر في اغتصابها غصبا عن المدنيين ولم يعبه باحد، لم ليس هناك لا ديمقراطيه، وشكل لنا مجموعات مسلحه تعود في البلاد معروفه لديكم، هناك جهات مسلحه جهويه في بعض المدن، هناك مجموعات مسلحه مؤدلجه زي الزاويه وابو عبيده ومعروف، هناك مجموعات سواء شمال، هناك مجموعات مسلحه اخوانيه زي البقره ما البقره، وكل يعني كل يغني على الاله، ولا يوجد بينهم اي قاسم الا قاسم مشترك واحد وهو عايش في الفوضى والعبث بزياده البلد. نعم. ولا يوجد الحقيقة اي مظهر من مظاهر. نعم. ان هناك امل في اي بارق اي بارقه تظهر لامل في ايجاد دوله ومؤسسات، كيف تكون هناك. نعم. دوله بدون جيش بدون هناك تساؤلات عميد خالد بخصوص كيف فقد الجيش مدينة غريان بهذه السهولة وبهذه السرعة مثل ما يصف البعض، رغم أن المدينة توجد فيها غرفة عمليات وغرفة اتصالات يفترض أنها تقود كل العمليات العسكرية في كامل المنطقة الغربية. طبعا هناك أولا لابد أن نوضح نقطة، غرفة العمليات لا تعني المعنى الذي قد يراه البعض أن هي فيها كل تحركات القوات المسلحة ولا كل العمليات العسكرية أو برامجها. العمليات طبعا هناك غرف، غرف احتياطية، هناك غرفة في القيادة الرئيسية، هناك غرف فرعية تعتبر غرفة رئيسية، لأن غرفة رئيسية بالتأكيد ليست في نفس المكان يعني، لكنها غرفة تنفيذية من الغرف التي تنفذ، يعني هناك أكثر من غرفة من الغرف التي تقوم بتنفيذ التعليمات والخطط العسكرية الموضوعة. هناك ما هو كما هو معروف لدى الكثيرين، هناك غرف عمليات أمامية، هناك غرف عمليات خلفية. طبعا اللي حصل بالتأكيد هناك عناصر كثيرة ميليشياوية لا تريد الجيش طبعا، لأن يصحى الصبح يمشي المصرف يضرب مدير المصرف ولا يعتدي عليه، ياخذ فلوس شو يبي، الطابور ما يشد ما يمسكاش، يدير هو الطوابير، يعيد فسادا، يضرب من يضرب، يهجم من يهجم، يعمل ما يريد، ما مستحيل هذا بيرضى بالجيش. وهؤلاء انما جواد او هؤلاء طبعا موجودين في مدن بعينها مثلا باعداد كبيره، وفي مدن غير موجودين ولكن موجودين تقريبا في اغلب المدن. هؤلاء طبعا لا يمكن ان يرضوا بان تكون هناك مؤسسه عسكريه ونظام مثل ما حصل في غريان، اصبح هناك نظام، اصبح هناك امن، هنا اصبح هناك امور لا تتماشى مع ما عاشوا عليه. نعم. من حصولهم على اشياء بحق الحق جاءت اصوات المسلحه لتقلب الطاوله في هذا المفهوم ان كل واحد ياخذ حقه من خلال قوه الحق وليس من حق القوه، حقك في المواطنه، حقك في ان تكون كغيرك، تحترم الاخرين ويحترموك. لكن السؤال هنا عميد خالد، لماذا تركت القوات المسلحة هذه الميليشيات موجودة ولم تتعامل معها ضمن أي آلية كانت في مدينة غريان وتركتها في صورة خلايا نائمة؟ هذا اللي بنسلك ليه، احنا لما دخلنا إلى هذه المدينة طبعا دخلنا من باب من دخل بيته آمن ومن لم يحمل السلاح فهو آمن، ودخلنا بطريقة سلمية واحترمنا الجميع، لم تكن هناك مداهمات، لم تكن هناك إساءة لأحد، تعهدت الفعاليات الشعبية وطبعا حسب قدرتها وحسب رغبتها أن الأمور مستقلة ويعني لا يوجد ما يقلق. توقعنا أن سيكون العيش بسلام أساس للمدينة، ولكن طبعا الميليشيات يعني مستغلة من الإخوان، تبرمجها، تحركها بالأموال للأسف، وتتعاضد مع بعضها البعض، وقامت بما قامت به لعدم يعني لازم بدنا نعترف بنقطة مهمة، وهي أن الأمن تركناه لرجال الأمن، لا توجد قوات مسلحة بالمفهوم بالمعنى، باعتبار أن المدينة
وحتى دخول غرفة العمليات وما ما حصل أو ما يحكى لا يعني أنه نحن الآن على رقعة واسعة جدا. مسرح العمليات كبير وقواتنا منتشرة وموجودة ولديها القدرة على التفاعل والتفاعل وتحقيق الكثير من الأمور، وهذه أمور يعني تترك للقيادة كيف تعالجها. هناك من طالب عميد خالد بفتح تحقيق على مستوى يعني الجانب العسكري، يعني تحقيق عند القوات المسلحة بخصوص القوات المسلحة. القوات المسلحة لا تترك شيء للصدف، يعني كل الاحتمالات موجودة، وبالتأكيد أي خلل لما يحدث هناك تحقيقات. المؤسسات العسكرية تعمل بالقوانين، نعم. النظام القانوني معروف، وهذه أشياء بديهية، يعني ما هيش قصدي ما هي حاجة غير معروفة مثلا. لكن أحب أطمن الجميع أن الأمور تحت السيطرة، المنطقة بالكامل ولله الحمد. يعني الآن اسمح لي عميد خالد قبل أن نتحدث عن السيطرة، يعني لو أردنا أن نحدد على الأقل أماكن السيطرة واللي ما تزال عند القوات المسلحة والأماكن جغرافيا اللي فقدها الجيش والآن تحت سلطة المجموعات المسلحة، هل يمكن تحديد؟ لأن عند الاستماع للطرف الآخر يعني هناك مبالغات، هم يعني في كلامهم وصلوا حتى لمدينة بنغازي أو يريدون الوصول قريبا لبنغازي. هو خليني نجاوبك إجابة مهمة. نحن لازلنا في نفس السيطرة، لم تتغير. حتى غريان تحت السيطرة، نحن الآن العمليات الجوية مكثفة، الطيران لا توجد أي حركة للآليات، وبالعكس هناك الآن حتى قتال ما بين المجموعات اللي داخل غريان، قواتنا على مشارفها، هناك قتال بين المؤيدين وغير المؤيدين. نحن لم نكن نحب أن تصل إلى هذه الدرجة، ولم نكن نريد من المشاهد هذه ما شاهدناه من مشاهد انتقام، تدل على أن القضية ليست قضية وطن، القضية للأسف أن الإخوان استطاعوا أن يتغلغلوا ويضحكوا على الليبيين، ضحكوا عليهم المرة الأولى وهذه المرة الثانية تكون فيها عليهم، وهم هكذا رغم أنهم تنظيم فاشل في السودان في مصر، لم ينجحوا حتى في تركيا الآن في اسطنبول، ملت الناس منهم ولم تنتخب مرشحهم، ولازال حبل على الجدار، وهم يقاتلون في ليبيا باعتبار يعني ما الذي يجعل رئيس دولة يدعم ويصرح هكذا بأنه يخالف القوانين مباشرة إن لم يكن يدعم في حزب الإخوان تنظيم الإخوان الإرهابي، وما الذي يجعل قطر تدعم هؤلاء إن لم يكن تنظيم الإخوان الإرهابي. أنا أقول للليبيين لا داء، يعني أرجوكم أن تنتبهوا لخطر الإخوان قبل أن يأتي يوم لا ينفعكم فيه الندم. أنا أعرف عميد خالد بأن الجيش إخواني خطير، نعم. جدا. طيب أنا أعرف بأن الجيش عبر مؤتمراته الصحفية وبياناته وكلماته لا يتوانى أبدا في الإفصاح عن عدد قتلاه وجرحاه أو حتى أسراه في أي عملية عسكرية سواء قام بها في المنطقة الغربية أو في غيرها، فهل هناك أرقام لحجم الخسائر التي لحقت بالجيش يمكن أن تمدنا بها في عملية غريان؟ في عملية غريان ليس هناك قوات مسلحة بالمعنى، يعني هي ثرية فقط والباقي كلها أمن مركزي ودعم وشرطة، يعني مش ما فيش قوات مسلحة بالمعنى. ما أنا حكيت لك من الأول هذه النقطة، الحقيقة الأعداد غير يعني غير من الآن محصورة، لكن تم اليوم تحرير مجموعة من الأسرى اللي كانوا متواجدين في داخل غريان، وصلوا الآن حتى لترهونة، وهناك مجموعة أخرى في الطريق. يعني العمليات النوعية لافتكاك الأسرى مستمرة، وغريان زي ما قلت لك الآن محاصرة، يعني حتى حركة القوات لكن بأي شكل محاصرة عميد خالد؟ يعني هناك حديث بأن قوات الجيش موجودة على أطراف غريان، لكن كيف؟ هل يمكن الإفصاح أكثر؟ حركة الآليات ممنوعة باعتبار أن هناك تحذير بأي حركة للآليات يتم استهدافها، والقوات موجودة في أي لحظة. هذه أمور تكتيكات أنا لا أستطيع أن أفصح عنها الآن، لكن انتظروا المفاجآت وترقبوا أن القوات المسلحة لن تتراجع عن مهمتها في أن هي
طيب، لكن أيضا الطرف الآخر يتحدث عن، يقول بأنه الآن سيطر على غريان وسوف ينتقل في المحطة الثانية إلى الأصابعة. ولا هم دائما يقولون، نحن دائما نسجل عليهم التأليف والكذب والفبركات. يعني هذه أشياء فبركات الإعلامية تعودنا عليها من أخوان، وهذا مدرستهم، وهذا شغلهم الشاغل من يومهم، أكذب واستمر في الكذب إلى أعلى درجات التي لا ممكن حتى لا تعقل. ورغم أن الكذب دائما هو سلاح ذو حدين، يعني يؤدي، يعني الآن سجل وأصبح حتى هناك تهكم على حجم الكذب. لكن برضو أن هذا ما يحصل هو تعرف سجال هذه معركة مع عدو شرس تنظيم الإرهاب، عدو ليس فيه السهل. هناك المال للإغراءات، هناك الضحك على الشباب ببعض الألفاظ، أن هي عسكرة الدولة، أن فيها فكرة الدكتاتورية وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي يخوفون بها الناس. وليس هناك أقوى من أو أخطر ولا أسوأ من دكتاتورية الإخوان، الذين عندما فشلوا في الانتخابات انقلبوا على السلطة ولا زالوا يتشبثون ويدفع الليبيين دماءهم. طيب، أخيرا ما وضع آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية لواء عبد السلام الحاسي؟ حسب ما يتردد الاتصالات منقطعة به، على الأقل من جانب من يتحدثون بذلك، لكن ماذا عنكم أنتم في غرفة القيادة وأيضا في المركز الإعلامي وإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة؟ ماذا يمكن أن تقول الليبيين عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية؟ الأمور تحت السيطرة واللواء عبد السلام أمور طيبة تمام، وأعتقد أن الحديث عن هذا الموضوع واضح، لأن لو عندهم شيء لو كانوا حكوا عليه، أو حتى ممكن هم في الكذب أشطر، كانوا طلعوا حتى كذبة بخصوص. لكن هو صحيح، يعني الموضوع الأمور تحت السيطرة. يعني اللواء عبد السلام انسحب مع الوحدات اللي انسحبت، أو مع السرية المسلحة التابعة للجيش اللي انسحبت؟ موجود لا زال في، يعني في عمله مستمر، ولا داعي للإفصاح عن الأمور قد لا تجدي. شكرا جزيلا العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة. أعود معتذرا للسيد عز الدين عقيل المحلل السياسي من مكتبنا بتونس، عذرا سيد عز الدين، لأن بعض المداخلات أخذت طبيعة طارئة بحكم يعني اجتماعات كانت تجرى وخرجوا لصالح المداخلة معنا، وما كانش في مجال ان احنا نأخر عليهم اكثر من ذلك. وفي المقابل ما كنتش حاب نعطيك يعني محور واقاطعك بعد فترة قليلة. نعم، اولا ان كان لديك من تعقيب على ما ذكر من الضيوف قبلك او اضافة من نوع ما سيد عز الدين. بداية أنا أشكر العميد خالد المحجوب، وشكرا لك أيضا، لأن الحقيقة إضافاته كانت مهمة جدا، ولعل أكثر ما لفتني هو حالته المعنوية، حالة روحه المعنوية باعتباره قائد من قواد المنطقة الغربية. هذا يبشر بخير، الرجل ظهر متماسك، رابط الجأش، لديه ثقة عميقة وقوية في جيشه وفي تحقيق الانتصار. ربما ليس هناك ما يمكن التعليق عنه فيما سمعت، مع كل الاحترام له، ولكن ما أريد التأكيد عليه بداية هو عدم التقليل من قوة هذه الميليشيات. لا أحد قال أن هذه الميليشيات ضعيفة، ولا أحد قال بأن هذه الميليشيات لا تملك قدرات حقيقية وخطيرة تشكل تهديد كبير جدا لأمن الوطن. هذه الميليشيات تتمول من موارد النفط، المليارات التي تأتي إلى النفط تذهب إلى هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تتمتع الآن بدعم الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات العابرة للحدود والقارات، سواء الإمداد بالأشخاص، حيث هناك المئات من الأجانب إن لم يكونوا بالآلاف، وأيضا فيما يتعلق بتقنيات القتل والتفخيخ وغيرها. أيضا الحقيقة بالرغم من مشروعية الجيش، وبالرغم من مكانته، وبالرغم من اعتبار ترامب نفسه للجيش أنه الشريك الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب، إلا أنه لم يخرج رئيس دولة شريكة للجيش لكي يقول علنا بأنه يدعم هذا الطرف، يدعم الجيش بكل قوة، كما فعل الرئيس التركي أردوغان، وكذلك كما تفعل قطر. بالتالي مستوى الدعم الضخم والكبير لتركيا وقطر لهذه الجماعات
لا أعتقد أنه يوجد نظير له من أولئك الذين يدعمون الجيش. وما رأيك في سفوره سيد عز الدين؟ هذا الدعم اللي أصبح يعلن عنه ويتفاخر به حتى من قبل أطراف محسوبة على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. يعني البارحة فقط كنت أقرأ تصريح لأحدهم كان يقول أكثر دولتين دعمتا يعني قوات حكومة الوفاق مثل ما يسموها هم هي تركيا وقطر. يعني أصبح هذا الحديث علني وبشكل سافر رغم قرارات الحظر، رغم يعني المطالبات بعدم التدخل ودعم طرف مسلح على آخر. نعم أخي نبيل، ولهذا أنا جئت به من ضمن مظاهر أو عددته من ضمن مظاهر قوة هذه الميليشيات التي لا يستهان بها أبدا. أيضا هناك دول جارة ربما تقدم دعما كبيرا من خلال أطراف في هذه الدول تملك النفوذ لدعم هذه الميليشيات، سواء كان ذلك في إطار دعم سياسي أو دعم مادي. وبالتالي لا أحد الحقيقة قلل من شأن هذه الميليشيات ومن خطورتها، وإلا ما كان الجيش قد خصص نفسه الآن على امتداد ما يقارب 5 سنوات من أجل محاربتها. ولكن هذه الميليشيات تظل ظالمة، هذه الميليشيات تظل طاغية، هذه الميليشيات تظل ورم حقيقي في جسد الوطن يأكله كل يوم، هذه الميليشيات تظل ليست على حق على الإطلاق، هذه الميليشيات تظل سرطان حقيقي بالنسبة للمال العام، هذه الميليشيات تظل لديها جوانب وأبعاد بالغة الخطورة في التعامل والتعاطي مع الجريمة المنظمة ومع الإرهاب. هذه الميليشيات هي جزء كبير من عمليات غسيل الأموال أو تبويض الأموال، وهذه الميليشيات أيضا حتى على مستوى الإقليم، وهذه الميليشيات أيضا سيد عز الدين عقيل من المستغرب أنها يعني تحصلت وما تزال تتحصل على دعم من مجموعة من النخب مثل حضرتك، من المحللين، من الكتاب، من السياسيين، من المثقفين، من الفنانين، من الإعلاميين، رغم كل ما يعني هو معروف من واقع سلوكها وتصرفاتها وجرائمها اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا في ليبيا. فبما تفسر كل هذا الدعم الذي تتلقاه وهذا الإصرار على يعني دعمها من قبل هذه النخب؟ هو بداية لا أعتقد أن كل من هو في الساحة اليوم نستطيع أن نسميه نخبة. في ظني أن هناك الكثيرين ممن يعوون الآن لصالح هذه الميليشيات، لا أظن أن معايير النخب تنطبق عليهم أصلا، حتى وإن كانوا أكاديميين ومثقفين وكتاب سياسيين. لا، ربما أنا سأعطيك هذه الفئة الأخرى. أنا قلت ليس كل من هو معهم هو نخبة نخبوي مرموق يملك فكر حقيقي وقادر على تربية مبادئ في صدره. أيضا هناك فريق آخر هو من الفريق الانتهازي، وفئة النخب الضعيفة هذه ربما تكون قد سدت في وجوههم سبل العيش من جانب هذه الميليشيات نفسها، وربما هو غير قادر على أن يكون بعيدا عن هذه الميليشيات أو أن يجد فرصة خارج ما يمكن أن توفره له، وبالتالي هو حاول أن يسيرها لكي يعيش، لأن الحقيقة الواقع الاقتصادي صعب جدا. صحيح أن ربما أن تقتات على دم وعلى لحم شعبك وأهلك ووطنك هو أمر صعب، ولكن قدرة الناس على مواجهة الضغوط هي مختلفة وتتفاوت من شخص إلى آخر. لكن ألا يمكن أن تكون مجرد قناعة مثل ما أنت لديك قناعة راسخة بالجيش؟ هم لديهم قناعاتهم أيضا. لو كانت هناك قناعة ما قال أحدهم بأنه على استعداد لأن يتلقى رصاصة لو كانت موجهة إلى المشير خليفة حفتر في صدره، واليوم يصفه بأوصاف لا يمكن أن تخرج إلا عن شخص فعلا عديم الأخلاق بكل ما في الكلمة من معنى. هذه التحولات لهؤلاء تدل فعلا على أنهم أشخاص يتعاطون مع البورصة، أشخاص يبحثون عن كيف يعيشون وكيف يقتتون، وربما هم تعودوا أن يعيشوا في مستويات معيشية معينة، وعندما لم يستطيعوا تحقيقها باعوا كل شيء من أجلها. تحول هذه المواقف هو الذي يشير فعلا إلى أن هؤلاء يتعاملون مع الوطن كبطن ويتعاملون مع الوطن كبورصة حقيقية. فيما يتعلق بموضوع هذه يمكن الحلقة يمكن فهم هذا التصور سيد عز الدين، لكن كيف يمكن فهم التحول الذي طرأ على مجموعة لا بأس بها في الحقيقة من أعضاء مجلس النواب الذين الآن هم موجودون في طرابلس، ولعلك تتابع ما يسمونها بالجلسات وما يقررون فيها من قرارات؟ لا، هذه طول عمرهم عصابة فايز، لا أعتقد أن هؤلاء حتى غيروا مواقفهم. هؤلاء هم الذين جاءوا بفايز السراج ومن معه،
هؤلاء منذ اليوم الأول كانوا أبناء السفاح للصخيرات، هؤلاء منذ البداية كان لهم دور في تشكيل حكومات السراج وحتى في التغييرات التالية له. هؤلاء تحولوا فعلا إلى فريق، على الأقل هؤلاء الذين يقودون فرع البرلمان المتمرد اليوم، هؤلاء لطالما شكلوا مجموعة حميمة ومقربة جدا من السراج، كان لهم منفعة كبيرة جدا من سيل الاعتمادات الخارجة عن القانون، كانت لهم فرص كبيرة في الحصول على بعثات دراسية مهمة، وحتى ليس بعثات دراسية، هناك من أرسل من ذويهم لكي تحت اسم بعثة دراسية، بينما هو فقط ساعدوه لأن يجد مكان في عاصمة أنيقة بعيدا عن هروب الضي وغلاء الأسعار والمعيشة بالدينار الليبي التعبان. هؤلاء أيضا لهم وكلاء وزراء، هؤلاء أيضا هؤلاء يشاركون في النعيم الفاسد الذي يفرزه المجلس الرئاسي عن يمينه وعن شماله، وبالعكس هؤلاء لا أرى أنهم غيروا مواقفهم حتى عندما كانوا في البرلمان، بل هم قسموا البرلمان منذ فترة طويلة منذ أن سقط اتفاق الصخيرات، وهم الذين أسقطوا اتفاق هم الذين أسقطوا البرلمان انتقاما منه، لأن جماعة فيه لبالغ الأسف أسقطت اتفاق الصخيرات ربما لم تجد مصلحتها فيه، ولكن هؤلاء أيضا وجدوا مصلحتهم في اتفاق الصخيرات ومن يسير في ركبه، وبالتالي منذ اليوم الأول هم كانوا معرين رؤوسهم وسيرين في هذا المسار. هذا ليس جديد بالنسبة، أنا لا أستغرب من هؤلاء شيء، أنا أتابعهم جيدا منذ البداية وأعتقد أنهم ماضون في سبيلهم، ربما فقط كانوا يحاولون تقديم الدعم لفايز السراج ولمن معه والمجلس الرئاسي من خلال طبرق نفسها، ثم حين وجدوا أن هذه البيئة لم تعد ملائمة لذلك خاصة بعد العمليات العسكرية انتقلوا إلى طرابلس لكي يخلقوا جسدا جديدا. لا أعتقد أن له أي أهمية تذكر، حتى هذه الرسالة لغوتيرش في ظني أنه ضحك منها، وربما ضحك بطريقة فيها قهقها، لأن الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والقوى الدولية هي تكرر بشكل مستمر إلى أن ليبيا في حالة صراع وفي حالة نزاع، وأن تم طرفين متنازعين، وهم يعتقدون بأنه ما لم يتفق بين الطرفين فلن نصل إلى حل. وربما جاء هذا الرد على فايز السراج أيضا عندما ألقيت مبادرته في سلة المهملات، لأنه اعتبر الطرف الرئيسي والمهم طرف يريد إعادة إنتاج الدكتاتورية وحكم العسكر، وبالتالي هو رفضه قطعا، وقال حتى وضع شرطا غريبا بأنه لن يحضر ذلك المؤتمر الذي أورده في 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 مبادرته إلا من يؤمن بالدولة المدنية، وكأنه سيأتي بفريق من الجراحين ليفتحوا صدور أولئك الذين سيدخلون القاعة، قاعة مؤتمر السراج، لكي يتأكدوا إذا ما كانوا فعلا يحملون في صدورهم من الداخل حب هذه الدولة المدنية أم لا. نعم. وبالتالي بالحديث عن مبادرة السراج السراج ما يزال يروج لهذه المبادرة، أو على الأقل يبدو واثقا منها كحل للأوضاع المتأزمة الراهنة في ليبيا اليوم. على سبيل المثال في اجتماعه هذين اليومين في برازافيل العاصمة الكونغولية ولقائه بالرئيس الكونغولي، كان يقول بأن تعليقا على أوضاع غريان بأن الجيش سيطر على غريان، يقول هذا الكلام للرئيس الكونغولي، وبأن قواته ويقصد الجيش بالقوات التابعة له ماضون في دحر المعتدي، في الإشارة إلى القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، وبأن لا حل عسكري للأزمة الليبية، ولهذا نحن طرحنا هذه المبادرة كحل سياسي. يبدو أن السراج ما يزال يروج أو يسوق لهذه المبادرة ويقدمها كحل، وبأنه هو الطرف المبادر بطرح الحلول السياسية لا العسكرية، على عكس الطرف الآخر عند الآخرين. يظني هذا يعكس إفلاس السراج نفسه، وإلا مع بالغ احترامنا من هو الرئيس الكونغولي هذا خارج حدود بلاده؟ في ظني أيضا أن رد الأمم المتحدة على مبادرة السراج من غسان سلامة نفسه الذي هو حليفه كان صفعة كبيرة، عندما قال بأننا نرحب بهذه المبادرة ومبادرات أخرى، ما يعني أنه يعتقد بأن هذه المبادرة لا تلبي الشروط أبدا، وأن الأمم المتحدة لا تريد للناس أن يعلموا بأن هذه المبادرة ربما قد أخذت الحيز الأكبر، وأن قلب الأمم المتحدة بات مملوءا بها فقط. فقالوا في عطف مباشر على مبادرة السراج ونرحب بمبادرات أخرى، ما يعني كما قلت أن هذه المبادرات لم تلبي المعايير إطلاقا. لعل المهم هنا أخي نبيل أن ما جرى في غريان لعله فرصة، ودائما أصحاب القدرات العالية يستطيعون
أن يجدوا الفرص من أرحام المحن. وفي ظني أن الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه، ونحن قد سمعنا الآن من العميد خالد المحجوب بأن غريان هي محاصرة في الأصل، وأن هذا الحصار هو بالتأكيد يسعى الجيش الآن لدراسة كيف يمكن أن يتطور لخطوات عسكرية لاحقة. ولكن بغض النظر وبعيدا، وأستوقفك لو سمحت، يعني أفتح قوس عطفا على كلامك، يعني هنا أقتبس مما قاله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في مقابلة تلفزيونية، يعني كان يتحدث عن أنه ربما من الأمور الإيجابية لما جرى في غريان أن هذه الخلايا قد كشفت عن أمرها الآن، بدلا من أن تفاجئنا في 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 مراحل متقدمة من عملية طرابلس، أو أن يكون الجيش في مناطق حاسمة وحساسة من هذه العملية، فخير أنها قد كشفت عن نفسها الآن رغم كل ما فعلته من جرائم في المدينة. ما رأيكم؟ نعم، هذا صحيح. والحقيقة الشيء الصادم والمرعب الذي سمعته من عضو البرلمان هو ذلك الخبر الذي قال بأن هؤلاء قاموا بتصفية جرحى وهم على أسرة المرض والعجز. لا أعتقد أن في هذا بطولة ولا في هذا رجولة ولا في هذا شرف. أعتقد أن هؤلاء الناس فعلا فقدوا كل ذرة من ذلك النوع من الشرف الذي يحمله الإنسان، أو الذي حمله الله أمانة الإنسان. هؤلاء وحوش، وأعتقد أنهم سيدفعون أثمان غالية وغالية جدا إن لم تكن من المجتمع الدولي ومنظوماته القضائية، فأعتقد أنهم سيدفعونه من الليبيين أنفسهم. لا أعتقد أن جريمة مثل هذه جريمة متوحشة، لا أعتقد أنها يمكن أن تمضي. وحتى في ما ذكرته حضرتك من أن العماري ربما يكون قد قال بأنه أوصى ثوار سرايا بنغازي خيرا، أو ما يسمون بهذا الاسم خيرا، بأولئك الجرحى الذين كان يعلم يبدو أنهم من شرق البلاد وأن لهم ثارات مع هؤلاء. كان بإمكانه طالما أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى لهذا الجيش أن يكلف قوات غير هؤلاء الذين كان يعرف أن قلوبهم مليئة بالانتقام والرغبة في صب هذا الحقد على أشخاص أبرياء. بالتأكيد كانت لدى هذا الرجل معلومات عن وجود مرضى في المستشفى جرحى عاجزون، وأن هؤلاء الأشخاص من الذين شاركوا في حروب الجيش في مدينة بنغازي، وهو يعرف تماما بأن هؤلاء المجرمون المملوءة قلوبهم بالانتقام لابد وأن يقومون بجريمة حرب حقيقية. وبالتالي كان عليه، إن كان فعلا قائد أعلى للجيش، أقصد المجلس الرئاسي، وأنا على يقين من أنهم ليس كذلك، أن يكلف قوات أخرى غير هذه القوات التي يعرف تماما أنها مملوءة بالحقد. في عود على بدء أخي نبيل، في ظني أن الجيش الآن يقوم بواجبه، وأيا كان هذا الذي حصل فهو بالتأكيد له الكثير من الإيجابيات. أنا حتى في المدة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة الحقيقة أرعبني أنني كل شوية نسمع أن تم تكتيبا انضمت إلى الجيش، وقد سألت نفسي حتى في مرة هل الجيش على يقين من أن هذا الذي يجري ليست عمليات ممولة من قطر وتركيا؟ هل الجيش يعلم تماما بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا جماعات إرهابية خطيرة ربما تكون قد حلقت اللحى وارتدت ملابس عسكرية واندمجت داخل الجيش لترتكب فظاعات؟ أنا أتمنى أن يكون الجيش حذر جدا، وأعتقد أن هذه الضربة التي لم تقسم ظهره ولن تقسم ظهرها بإذن الله سوف تقويه، وفي نفس الوقت سوف تنبهه إلى ما يجب اتخاذه من حذر شديد تجاه هذه المسائل وتجاه الثقة التي ربما تعطى لأشخاص داخل أي مدن يدخلها الجيش حديثا. ولكن لعل الشق الأهم نبيل هنا هو دورنا نحن كأنا وأنت والمواطنين العاديين. الجيش كما قلت يقوم بدوره ويقدم التضحيات ويروي هذه الأرض بدمه ودم جنوده وتطير أرواحهم زكية في سبيل أن تعود لنا كرامتنا، وفي سبيل أن نحيا وطنا أبيا بين الأوطان ندا ومنافسا. الجيش يقوم بدوره، صحيح ستحصل هناك إخفاقات، مساحة ليبيا ضخمة، هذه الجماعات الميليشيوية الرهيبة ليست سهلة وليست بسيطة. طرابلس الآن تحولت إلى المركز الرئيس لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات، كل الشرادم التي بقت من بقايا السلاح الذي لم ينزع والجماعات الميليشيوية التي لم تفكك جاءت اليوم إلى طرابلس لكي تواجه الجيش في هذا المكان، وكل القوى الإقليمية والدولية التي تساندها تقدم لها الآن كل أشكال الدعم. ولعل هذا ما قاله أردوغان أنه يقدم لهم الدعم بشكل مفتوح، بل أن أنباء عن أن قوات تركية قد شاركت في التخطيط وفي الهجوم الذي جرى في مدينة غريان.
ولكن أيا كان أعتقد أن ما يعني عموم الشعب الآن أننا اليوم في أمس الحاجة إلى ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. هذه المعركة ليست سهلة. الآن كل الغربان تجمعت في طرابلس، كل الأرهاب تجمع في طرابلس، الأموال، موارد النفط، نفط الليبيين يغدق الآن بالمليارات على هؤلاء الأوباش. السيد أردوغان فتح مخازنه وفتح مؤسساته العسكرية لدعم هذه الجماعات بكل ما أوتي من قوة، وقال هذا بتفاخر وفي تحدي سافر للشرعية الدولية التي تقول بأن إرسال ولا رصاصة إلى ليبيا ممنوع، والتي تؤسس للجنة خاصة في مجلس الأمن مهمتها منع الدول ومنع الأطراف المختلفة من إيصال السلاح إلى ليبيا. ما يهمنا اليوم هو أن نتحلى بالصبر الاستراتيجي. الصبر الاستراتيجي هو مصطلح سياسي كبير سبق وأن تحلى به الشعب الياباني والشعب الألماني، تحلت به شعوب كبيرة في محن كبيرة، وبالتالي في ظني أننا في حاجة إلى هذا الصبر اليوم، لأن في نهاية معركة طرابلس سوف ينتهي سياسي الصدفة وإلى غير رجعة. أيضا ستكون هي نقطة التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية. مشاريع الأوطان تشبه حمل الأنثى لجنينها، تكون في بداية الحمل بعض الأوجاع وبعض الآلام، ولكن في مخاض الولادة الأخير تكون الآلام في منتهاها. وأعتقد أن ما يجري في طرابلس اليوم هو المخاض الحقيقي لميلاد الدولة المدنية الديمقراطية، لعودة سيادة وهيبة الدولة، وأن نحن الليبيون الآن مطلوب منا فعلا أن نتمسك بالصبر الاستراتيجي، وأن نحاول أن ندعم جيشنا اللي يستطيع بالدعاء بالدعاء، بالصلاة بالصلاة، بالدعم الذي يستطيعه. في آخر أربع دقائق سيد عز الدين، مما تبقى لنا من هذه الحلقة بالحديث عن الصبر، وأن يجب أن يكون هناك صبر استراتيجي مثل ما تفضلت بالقول اصطلاحا، فيما يجري من أوضاع ومن تطورات حالية وحتى مستقبلية في المنطقة الغربية وانعكاساتها بشكل عام على وضع الأزمة الليبية ومنتهاها. يعني مثل ما تعلم وذكر وأكد الكثير من الضيوف اللي من أهل غريان أنفسهم، هم من أبناء غريان مثل السيد البهلول الصيد، وقعت تصفيات من قبل الميليشيات التابعة للرئاسي في حق مؤيدين وداعمين للقوات المسلحة، وهناك مخاوف اليوم من ارتكاب أعمال انتقامية في حق مواطنين آخرين في مدينة غريان، وأيضا يوجه خطاب تهديدي وعيدي عدائي إلى كل المناطق وإلى كل الأهالي الذين دعموا وأيدوا القوات المسلحة الليبية وأعلنوا عن يعني موقفهم من هذه الميليشيات ومن المجلس الرئاسي الذي يداهنها. أيضا يعني طوال الفترة الماضية كان يمارس نوع مما يشبه الحصار والتضييق على هذه المناطق، يمنع عنهم الغذاء، يمنع عنهم الدواء، يمنع عنهم البنزين، يمنع عنهم الكهرباء، جميع الخدمات الأساسية التي تحتاجها أي تركيبة سكانية مجتمعية ممنوعة عنهم من قبل المجلس الرئاسي فيما يشبه العقوبة الجماعية. سؤالي الأخير إليك سيد عز الدين، أي تناقض هذا مع الصورة التي يحاول فايز السراج وتحاول حكومة الوفاق أن تصورها لنفسها وللعالم الغربي، دعني أقول، أو العالم الخارجي، في كل اجتماعاتهم، في كل بياناتهم، في كل سفرياتهم هنا وهناك؟ في ظني يا أخي نبيل أن هؤلاء ليس لديهم إلا الإفلاس. العالم يعرف الكثير عن طريق التقارير التي تأتيه من أجهزة المخابرات، ويعرف الكثير عن التقارير التي تأتيه من المؤسسات الحقوقية المرموقة التي يحترمها بل ويمولها بشكل كبير حتى يساعدها على القيام بواجباتها. في ظني أن الدور هو يقع علينا نحن، وربما نتيجة هذه التقارير الاستخباراتية وربما نتيجة تلك التقارير الحقوقية توصلت على الأقل ثلاث دول كبرى هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا إلى أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، ولهذا هي تشيح بوجهها الآن عن الجيش في كل اتجاه ذهب إليه، لأنهم يعرفون تماما أن أولئك الجماعات التي يقاتلها لا علاقة لهم بالسياسة، لا هم أحزاب ولا هم يملكون أفكار ولا هم إثنيات مهضومة الحقوق ولا هم أعراق مهضومة الحقوق، ولا ليس لديهم أي قضية سياسية، بل هم دائما يتخفون خلف سياسي الصدفة من هؤلاء الإماعات الذين جاءوا بهم إلى المجلس الرئاسي وغيره من أجل أن يحلبونهم ويتحصلوا من خلالهم على أكبر قدر ممكن من الأموال التي يمكن أن يكنزونها. الحقيقة التركيز الآن أو اللوم الآن ليس على هؤلاء بل على البرلمان. أنا سمعت قبل قليل
السيد النائب وهو يلوم على غسان سلامة، كان يجب أن توجه إليه الدعوة لزيارة البرلمان، وكان يجب أن يعقد هذا البرلمان جلسة يكون فيها غسان سلامة وأن توجه له أسئلة من النواب. لماذا سكت على تصفية هؤلاء والدماء ظهرت وهي تغرق الأرض، دماء أولئك الضحايا الذين قتلوا على أسرة المرض؟ أيضا كان يجب توجيه دعوة لمحكمة الجنايات الدولية لابن صودا أو ممثل عنها لكي يأتي إلى البرلمان ويرحب به وتقدم له كل المعلومات، ويطلب منه مطالبة غسان سلامة بالوصول إلى غريان وفتح تحقيق حقيقي. لا أعتقد أن هذه الشرادم التي تعتقد بأن المجتمع الدولي يساندها من خلال اعترافها بالسراج سوف تستطيع أن تتخذ موقف رجولي أو بطولي ضد أي لجنة تأتي من هذا النوع لدخول غريان أو غيرها، بل ربما أعتقد حتى إذا ما اتخذوا هذه الخطوة سوف تسجل بالتأكيد ضدهم. نعم ربما حتى ليس سيد عز الدين اسمح لي ربما نعم. ليس فقط حتى الاكتفاء بفتح تحقيق فيما وقع بين أمس واليوم، وإنما حتى يفترض أن يخرج نداء أو تصريح مستعجل على الأقل على صعيد البعثة الأممية حفظا لدماء أي ضحايا في الأيام القادمة في الساعات والأيام القادمة داخل مدينة غريان. وهذا الأهم. صحيح. أيضا في ظني أن الجيش لابد أن يتخذ جملة من الإجراءات التي تحفظ حقوق أولئك الذين تعرضوا لدفع ثمن عواقب ما جرى في غريان. هناك ناس أديروا وناس قتلوا، لابد من 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 إصدار قرار يأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار ويقرر بعض الحقوق وبعض المساعدات لأهالي غريان الذين تضرروا من هذه العواقب، وأيضا فتح الباب أمامهم ربما لمساعدتهم عن طريق أشخاص سريين داخل المدينة أو غيرها. في ظني أنه لابد أن تصل رسالة جبر خاطر ورسالة دعم حقيقية إلى أهالينا في قلب مدينة غريان حتى يكون فعلا العرفان بالجميل لما قاموا به قائما، وحتى تعرف كل مدن البلاد التي ربما تتعرض لنفس المحنة أن الجيش لن يتخلى عنها. ولكن في النهاية النصر لن يكون إلا للجيش وليس أمامنا نحن المواطنين، نحن المواطنون إلا القيام بالصبر الاستراتيجي الذي هو الآن العضد الرئيسي للانتصار إن شاء الله. أشكرك جزيلا عز الدين عقيل المحلل السياسي، سعدنا بوجودك معنا في هذه الحلقة، وأيضا سعدنا بوجود كل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة. سيد محمد العباني عضو مجلس النواب عن ترهونة، العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، المحلل السياسي كامل المرعاش، البهلول الصيد وكيل وزارة الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة، عميد بلدية غريان السابق. نرجو السلامة لجميع أهلنا في مدينة غريان، ومثل ما تفضل السادة الضيوف أهل غريان يعرفون الفرق تماما بين العيش تحت ظلال البنادق والإرهاب والميليشيات وبين أيضا الحالة التي عاشوا بها في الثلاثة أشهر الماضية من أمن واستقرار، وأصبحت تدب الحياة من جديد وتأخذ مجراها الآمن والطبيعي الذي يفترض أن يكون في كل مكان، وهذا هو الأمر المنشود والذي ما ندعم المؤسسة العسكرية إلا لأجل تحقيقه على كامل ربوع البلد. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، هذه تحياتي نبيل الحاج وتحيات الفريق المصاحب لي، دمتم وفي أمان الله.